بدايه الاسبوع، ويا رب كده يبقى اسبوع خير ويوم كمان كله بيحمل الاخبار الحلوه علينا وعلى كمان النادي الاهلي باذن الله. صباح الفل وبدايه الاسبوع 10 الصبح في الاهلي. بونجور. بونجورين، صباح الفل عليكي، صباح الفل على كل مشاهدينا في كل مكان في العالم. بدايه حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي ان شاء الله تعرفوا معانا من خلالها كل الاخبار وكل المستجدات المتعلقه بالنادي الاهلي، الى جانب بقى كلامنا بشكل عام عن الرياضات سواء المحليه او العالميه. كالعاده هيكون عندنا تغطيه للصحافه الرياضيه، وكالعاده هنتابع كل الامور الخاصه بالفروع المختلفه للنادي الاهلي من خلال احدى زميلاتنا العزيزات. كل ده هيحصل في الساعه الاولى. الساعه الثانيه هينورنا من خلالها وفي اولى فقراتنا الحواريه الاستاذ عبد المنعم فهمي الناقد الرياضي، وفقرتنا الثانيه هتكون مشرفانا من خلالها الدكتوره ريهام العراقي اخصائيه التغذيه العلاجيه، وحوار حول الميه واهميه الميه للجسم. الناس اللي ما بتشربش ميه كفايه، انعكاسات ده ايه السلبيه على جسمهم؟ الناس اللي بتشرب ميه زياده عن اللزوم، ايه علاقه ده بالسمنه؟ وكتير من التفاصيل، فان شاء الله هيكون موضوع الميه زياده عن اللزوم علاقته بالسمنه. دي اول مره اسمعها. لا، دي جزء من الاسباب او سبب من ضمن مجموعه اسباب فعلا؟ بس التفاصيل بقى هنتابعها سوا النهارده أكيد. أوكي. لا أكيد هتبقى فقرة أعتقد فيها معلومات كمان جديدة. خلينا بقى نبدأ كلامنا زي ما أنا بحب أول أسبوع كده، ونقول يا رب يبقى في تفاؤل وفي تقدم على الأرض بالنسبة للنادي الأهلي، لأن تاني هنرجع نقول الفترة اللي فاتت أكيد كانت فترة صعبة، لكن خلينا نبص في الجديد. إحنا خلاص بنبدأ مواسم جديدة وبننهي مواسم خلاص برضو، لكن عندنا مباراة النهاردة أمام نادي طبعا الإسماعيلي في غاية الأهمية، وهي المؤجلة واللي هيستضيفها ملعب برج العرب الدولي. مش محتاجين بقى إن إحنا هنا نوضح او ان احنا ناكد على اهميه هذه المرحله، من جانب احنا بنتكلم خالص بقى يعني جانب تاني خالص بعيد عن فكره المنافسه على درع بطوله الدوري، ومش محتاجين برضو ان احنا نفكر حضراتكم نفكر نفسنا مره تانيه وثالثه باهميه كمان الفتره اللي جايه، يعني بالتحديد فكره هنا الشكل الموسم اصلا هيكون عامل ازاي، وازاي نقدر ان احنا نبني على الموسم الجديد بدايه تكون برضو موفقه من خلال الاربع ماتشات المتبقيين في المسابقه. عندنا الاسماعيلي، عندنا الجيش وام بي وسيراميكا كليوباترا، وكل فريق منهم على فكرة فريق محترم جدا وعنده طموح، يعني هم أربع ماتشات كلهم يعني مع فرق أكيد عندها نفس الدوافع، وهي فكرة أنها تنهي الموسم بشكل مميز. كل لاعب فيهم عايز يبين للجميع وكل المدربين الموجودين، ويعني أن أنا موجود، أنا أقدر أن أنا أكون في أحسن النوادي، فأكيد هيبقى فيها تنافسية شديدة جدا، فيها ضغط كبير جدا، وكلهم مروا أو كلنا خلال الموسم ده مرينا بفترات صعبة، لكن خليني أفكر حضراتكم أن الشكل الحالي أعتقد إن شاء الله افضل بكتير، خصوصا يعني لفرق زي طلائع الجيش اللي كمان فكرته هنا ان هو بيعيش فتره مميزه جدا طبعا مع كابتن طارق العشري، اسمي برده كبير جدا. نفس الامر عوده النادي الاسماعيلي للمكسب برده شفناها في الفتره الاخيره مع كابتن حمزه الجمل، بغض النظر طبعا عن الخساره الاخيره اللي كانت امام المصري برباعيه، برده كان سكور كبير يا كريم، لكن ان هو نجح ان هو يعدي المحنه اللي احنا بنتكلم عليها اللي كانت في بدايه الدوري. وخلينا هنا نقول ان مكاسب الاهلي مع ومن الاربع ماتشات دول اعتقد اولها انك تقف بشكل كامل على السكواد بتاعك، خلاص بقى ده السكواد بتاعي اللي انا داخل بيه ان شاء الله الموسم اللي جاي، اللي بالمناسبه هيبدا برده بسرعه جدا. احنا زي ما قلنا كده حاجه بتحصل اول مره في العالم سباقين، ولكن يعني هي بغض النظر غريبه ولا لا، بس احنا سباقين فيها، هينتهي في شهر يونيو 20 يعني 23. عندك مجموعة لاعبين أكيد يعني هيطلعوا إعارة، وعندك مجموعة لاعبين معارين بالفعل ومحتاج أنك تشوفهم، لأن أكيد منهم ناس ممكن أعتقد أن هم الفترة اللي جاية يكونوا يعني بيأدوا بشكل كبير أو يكون وجودهم مهم جدا بالنسبة للنادي عندنا، فبالتوفيق إن شاء الله. بالنسبة بقى لتفصيلة السبق والريادة، فما عنديش شك أن احنا متفردين في كتير من الأمور. إيه بقى اللي معاك؟ فاجئنا بقى. بيحصل عندنا يا حضرات في بعض الأحيان أمور صعب جدا تلاقوها موجودة في أي دوري في العالم أو في أي دولة فيها كرة قدم عموما، لكن هنرجع ونقول إن شاء الله اللي جاي أحسن، ومحتاجين نظبط أمور كتيرة جدا، مش بس بتكلم بالنسبة للنادي الأهلي، لا لمنظومة كرة القدم المصرية. يمكن في الفترة الأخيرة شاهدنا شوية إجراءات كده تم اتخاذها وتم تنفيذها وتفعيلها بالفعل بإذن الله تؤتي ثمارها، سواء فيما يتعلق بمسألة التحكيم، فيما يتعلق بالمدرب أو المدير الفني للمنتخب الأولمبي المنتخب الأول. يعني إن شاء الله الفترة الجاية نسعد بإنجازات فرقنا كلها ومنتخبنا زي ما تعودنا منهم دايما. دي نقطة. النقطة الثانية واستكمالا بقى للتفصيلة اللي كانت بتتكلم فيها نهاوند، فهي فعلا تفصيلة في منتهى الأهمية، ويمكن عشان برضو نضرب لحضراتكم مثال على سبيل يعني المثال وليس الحصر أكيد، تعالوا نفتكر مع بعض أحمد عبد القادر. أحمد عبد القادر كان معار
فتره لنادي سموحه، والحقيقه نقدر نقول ان هو نضج جدا هناك وتودك جدا هناك ورجع بشكل افضل بكتير مما كان عليه، والنادي الاهلي بالتالي استفاد منه بالشكل الامثل. دي نقطه. النقطة الثانية، أكيد هيكون في تعاقدات جديدة، طبعًا التفصيلة بتاعت التعاقدات لأن إحنا دايمًا بنشوف إن بيبقى في كلام كتير قوي وخصوصًا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، إحنا بنرجع ونقول إن التفاصيل اللي من النوع ده دي مسؤولية مجلس إدارة النادي والجهاز الفني وطبقًا لاحتياجات الفريق الفترة اللي جاية، لأن إحنا على فكرة طبعًا عندنا تحديات كتيرة جدًا الفترة اللي جاية، ومن المؤكد إن يعني كل مخاوف وتخوفات النادي جماهير النادي الأهلي واصلة لمجلس الإدارة. برضو من المؤكد ومن يعني ما فيش مساحة للشك في أن الحزن من خسارة لقب الدوري ودوري أبطال إفريقيا هو كمان واصل بشكل واضح جدا وكامل جدا لإدارة النادي. احنا عندنا جماهيرنا ذات طبيعة شديدة الخصوصية، احنا مش من الناس اللي ممكن نقول ايه وماله لما نخسر سنة، ما احنا عندنا مليون سنة قبلها كسبانين. ما يعني شويه الكلام ده ما ينطبقش قوي لان دي مش طبيعه جمهورنا. جماهير النادي الاهلي اقرب ما يمكن لطبيعه جماهير انديه البايرن ميونخ في المانيا واليوفي في ايطاليا، يعني اللي هو العادي بالنسبه لهم ان الدوري بيحصلوا عليه كل موسم، ده الطبيعي، لو ده ما حصلش يبقى في حاجه مش طبيعيه، فده اللي حاصل الحقيقه. فبالتالي نرجع ونقول مطلوب ان احنا النهارده والفتره البسيطه يعني اللي جايه ان احنا نلعب من غير ضغوط، الامور حاليا مش محتاجه غير اننا نوصل للنقطه اللي كانت بتتكلم فيها نهاوند من شويه، السكواد الامثل، الشكل الامثل اللي هنبتدي بيه المرحله اللي جايه ان شاء الله والموسم الجديد بدون اي ازمات ندخل فيها، وان شاء الله ان شاء الله اللي جاي يكون احسن بكتير للاهلي ولجماهير النادي الاهلي. كلام محترم جدا، وبالتالي خلاص احنا عدينا بقى فتره التوتر الى حد كبير من قبل الجماهير، يعني احنا كان في فتره صعبه جدا فعلا وكنا بنقول هو ايه اللي بيحصل للنادي الاهلي ده، واتكلمنا في النقاط دي كتير جدا، بس تاني وارد ده بيحصل في كل انديه العالم، احنا مش بنقول ان ده مبرر ان احنا ما نزعلش، لكن لما تيجي تزعل بتزعل على قد يعني المقدار اللي يستاهل، وبعد كده انت لازم يكون عندك امل ان اللي جاي احسن، لازم تكون واثق في فريقك زي ما احنا وزي ما كريم اتكلم، احنا على طول بنكسب الحمد لله لله. واحنا عندنا تاريخ بنتكلم على اساسه، مش طالعين نقول احنا احسن ناس بناء عن راينا الشخصي او يعني قناعاتنا الشخصيه، فمعلش عادي ده بيحصل، ترجع تاني تقف على رجليك، هي دي الدنيا مش اي مشكله، بس الفترات بتكون قد ايه بقى او الجاب ما بين الوقعه والوقفه على رجلك مره تانية هي دي اللي بتفرق. البطل بيقف على رجليه على طول، وهو ده اللي بيحصل مع النادي الاهلي. تاني انا بتكلم تاريخا وحاضرا. خلينا نكمل مع حضراتكم، لان قفشه طبعا زي ما حضراتكم عارفين ان هو كان عنده مشكله، او امبارح يعني تحديدا الدكتور احمد ابو عبله رئيس الجهاز الطبي للفريق هو طمنا، هو قال ان محمد مجدي قفشه طبعا زي ما احنا عارفين هو كان عمل عمليه في جدار البطن باحد المستشفيات، بالمناسبه يعني عمليه مش صعبه قوي بس مش حلوه طبعا برضو بمدينه 6 اكتوبر. العمليه الحمد لله هو طمنا ان هي نجحت وان هو هيتعافى من خلال يعني 3 اسابيع او خلال 3 اسابيع باذن الله، وكمان حرص دكتور احمد على التواجد مع قفشه خلال العمليه اللي اجراها عشان يطمن على حالته. دلوقتي احنا بنطمن حضراتكم جميعا على حالته، وانا مش عارفه يعني هل الموضوع ده ليه علاقه لان قفشه بقى من اسبوع وكان على فكره في الساحل وكان حاطط صور ليه حلوه جدا، وان هو في البحر وقاعد وعلى بوت وبتاع وبالمايو، يعني هو كان حاطط ان هو مبسوط. دي ضريبه المايو. يعني مش عارفه هل هو طبعا كل شيء بيبقى مقدر ما فيش الكلام ده، بس يعني هل ابننا خد عين ولا ابننا حصل له ايه؟ الواحد مش عارف والله، حاجه بقت غريبه كل فعلا. كله وارد والله. يعني دلوقتي والله وارد. ناس كتير بتقول لك الكلام ده، كل ما حد يحط صوره مثلا في حته ستوري في حته تلاقي بعدها ضريبه لازم تدفع على طول نكد بعدها. دي اللي بناخده من الفيسبوك ومن التواصل. بس برضه الله اعلم، يعني مش شرط تبقى كده وكل حاجه مكتوبه، بس يعني ربنا يقومهم بالسلامه، وكويس احنا اطمنا عليه الحمد لله. وان شاء الله الفتره اللي جايه تاني نقعد نقول مش عايزين اصابات مش عايزين حاجات، بس احنا بنتمنى والباقي بيكون طبعا على ربنا. بس فعلا الموسم اللي جاي هي بقى خلاص سيبنا من الموسم اللي فات، الموسم اللي جاي احنا بيتقال كده ايه في عرض كل لاعب عندنا، مش عايزين اي ان شاء الله يعني تخاذل، مش عايزين اي مشاكل، مش عايزين اي غيابات، باذن الله يبقى السكواد بتاعنا كامل بالناشئين اللي بيصعدوا. أيوه. اللي بياخدوا فرصه وبيثبتوا نفسهم بشكل كبير، فرصه لما تجيلك لازم تستغلها، لازم تكون قدها، يا الا خلاص لو راحت منك ما تبقاش تندم. فان شاء الله خير اللي جاي يا كريم، يا رب
كتير قوي نهاوند متفائله فعلا بالجيل الجديد اللي طالع اللي جداً تم جداً. اللي تم تصنيعه انجاز التعبير في مصنع الابطال وخط انتاج كل ابطالنا في النادي الاهلي المستقبليين ان شاء الله. بالمناسبه عايزين نقول لكم كمان ان ريكاردو سواريش اعلن بالفعل قائمه الفريق استعدادا لمباراه الاسماعيلي وهي المباراه المؤجله من الجوله 18 في بطوله الدوري الممتاز، وضمت قائمه النادي كلا من علي لطفي، مصطفى شوبير، حمزه علاء، محمود متولي، حسام حسن، محمد عبد المنعم، كريم فؤاد، لويس ميكيسوني، احمد سيد غريب، رأفت خليل، احمد عبد القادر، محمد خليفه نصير، احمد سيد عبد النبي، محمد فخري، محمد اشرف، زياد طارق، محمد حمدي، ميدو نبيل، محمد احمد شرقيه، وعلي عمر. طيب قائمة، وأعتقد يعني حاجة إن شاء الله تبقى نشوف منها كل جديد، يعني في تطوير كمان يكون على الأرض، ده مهم جدا، تناغم بين الناشئين والفيرست تيم، وشفناها الحمد لله الفترة اللي فاتت، واتكلمنا كان مراسلنا فاروق كمان صلاح لما قال لنا قد إيه في كيمستري ما بين اللعيبة الجديدة، وده طبيعي، يعني ما إحنا مش بنقول حاجة ننبهر بيها، ده الطبيعي أكيد في النادي الأهلي وفي أوضة اللبس عندنا. خلينا نروح بعد كده بس بعيدا بقى عن كرة القدم، تعالوا نروح ليه اللاعب مازن احمد لاعب منتخب مصر للستريت ورك اوت. طبعا احنا اتكلمنا واستضفنا قبل كده ضيوف معانا في الرياضه دي تحديدا الستريت ورك اوت، كان فاز بالمركز الاول في بطوله العالم اللي هي مقامه حاليا في دوله لاتفيا وحقق فيها الميداليه الذهبيه، اعتقد دي حاجه محترمه جدا، وهقول لكم على بقيه الخبر ليه. هي في فئه هنا الفري ستايل اللي حققه اللاعب كمان عبد الرحمن ممدوح المركز الثالث على العالم، نتكلم على العالم يا جماعه في الوزن المتوسط. مبروك طبعا لبعثه منتخب مصر الانجاز التاريخي اللي احنا بنتكلم بشأنه، بالرغم من ايه بقى؟ بالرغم ان الرياضه دي رياضه الستريت ورك اوت هي رياضه مستحدثه جدا على فكره في مصر، ولاعبي الاتحاد المصري لرياضات هنا الشارع واللياقه التنافسيه، شوفوا حضراتكم يعني يعني الموضوع بادئ منين، او يعني زي ما بتقال كده النواه كانت فين، نجحوا ان هم يحققوا هذا الانجاز وانجازات كمان عالميه كثيره، وتضم البعثه هنا او بعثه المنتخب الحاليه 8 لاعبين بيتنافسوا على 3 فئات مختلفه، وبتعتبر كمان المشاركه دي يعني او المشاركه الرسميه دي الثانيه في تاريخ مصر لبطوله العالم، واللي بينظمها طبعا الاتحاد الدولي للستريت ورك اوت، واللي سبق على فكره شاركه مصر فيها في النسخه اللي فاتت اللي كانت مقامه في روسيا، وبرده حققت البعثه وقتها، احنا اتكلمنا انا وكريم عن الموضوع ده، كان وقتها المركز الثاني والرابع والسادس، فاحنا بنتقدم، وحلو قوي ان الرياضه دي يا كريم مستحدثه في مصر، وانت ابتديت تجيبها من رياضات الشارع وبعدين من خلال منتخب قدرت ان انت تنافس وتبقى مركز تاني وتجيب ميداليات ذهبيه طبعا. فيعني اعتقد ده انجاز محترم، وحلو كمان ان احنا تقريبا نكاد نكون يوميا بنقول لحضراتكم انجاز مشرف ما في رياضات لاعب مصري ما او لاعبه مصريه ما او منتخب مصر في احدى الرياضات، حاجه جميله جدا. كمان استكمالا لسلسله النجاحات اختتمت بالفعل منافسات بطوله دوري الامم لكره السله 3×3 تحت سن 23 سنه شباب وانسات، واللي استضافتها مصر خلال شهر اغسطس بمشاركه منتخبات مصر والجزائر وتونس وبنين. اللي حصل ان فاز منتخب السله بالبطوله على صعيد منافسات الرجال وايضا السيدات، وبالتالي تم التاهل الى نهائيات دوري الامم العالمي المقرر اقامته ان شاء الله في رومانيا في الفتره من 14 وحتى 18 من سبتمبر المقبل. يعني مليون مبروك وان شاء الله المزيد من النجاحات. نروح لمنتخب شباب الكره الطايره واللي فاز على نظيره او الفريق المنافس النيجيري، وعلى فكره النيجيريين او المنتخب النيجيري منتخب يا كريم لا تقيل قوي، شوفوا حضراتكم عمالقه يا اهو عمالقه مش بنقول حاجه من عندنا. النتيجه كانت 3-1 في نصف نهائي بطوله افريقيا، طبعا المقامه بتونس واللي احنا تابعناها في البرنامج هنا على مدار الاسابيع اللي فاتت عشان يتاهل في الدوري او عفوا الدور النهائي وبطوله هنا العالم، والمنتخب كمان منتخب الشباب نجح للتاهل للنصف النهائي بالفوز على المغرب، وبرده المغرب من المنتخبات على فكره قويه جدا 3-0 في دور ربع النهائي، واستطاع بالتاهل ده ان هو يتاهل بقى لدور الثمانيه محققا هنا العلامه الكامله بالفوز في جميع المباريات. فنقدر نقول هنا بجد وحقيقه يعني مشوار منتخب الشباب في البطوله لحد هذه اللحظه رائع جدا، هو فاز على نظيره كمان الليبي من نتيجه 3-0، وفاز على رواندا من نتيجه 3-0 في مشوار المنافسه، وده غير الفوز على الكاميرون مش عارف ايه 3-0 هم ظابطين نفسهم على كده تقريبا، يعني كان فترة الإعداد يا أولاد إحنا رايحين نكسب ثلاثات 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 ونرجع بالسلامة، وقد كان على كل حال حاجة يعني حاجة عظيمة والله حاجة مشرفة بالنتائج دي أكيد نقدر نقول يعني
بجد مستوى مميز جدا والتوفيق لك. تعالوا نروح بقى للجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة السلة اللي أعلن قائمة الفراعنة اللي هتسافر تونس طبعا عشان تخوض منافسات كأس العالم القادمة. المنتخب هيسافر النهاردة أو صباح اليوم يعني إن شاء الله يوصلوا بالسلامة، فيما ستقام مباريات مرحلة التصفيات المقبلة في تونس أيام 26 و27 و28 من أغسطس أمام تونس ثم الكاميرون ثم جنوب السودان. كمان عايزين نقول لحضراتكم انه قرر اتحاد السله تولي الدكتور مجدي ابو فريخه رئيس مجلس الاداره رئاسه هذه البعثه. وبرده بالمناسبه المنتخب المصري هيخوض مباراه وديه في تونس امام منتخب السنغال استعدادا لخوض مواجهات تصفيات كاس العالم اللي بنتمنى طبعا للاعيبتنا كل التوفيق فيها باذن الرحمن. انا بس قبل ما نكمل عايز اقول لك على حاجه لان كنت عايز ابدا بيها ونسيت بصراحه، وهي فكره سلسله موضوع الكوفيد، لان الفتره احنا اتكلمنا عن الموضوع ده لما كريم عي، واتكلمنا عن الفتره دي بعد ما كريم خف، واتكلمنا عنها الاسبوع اللي فات. لكن للاسف الشديد خليني اقول لحضراتكم، لان انا اعرف ناس كتير جدا وبقرا متابعه يعني موضوع الاعداد برضو لسه لحد دلوقتي يا كريم الاعداد في تزايد، لا وتزايد شديد يعني خليني اقول لحضراتكم جدا جدا يعني جدا فوق ما تتخيلوا. واحنا بقينا انت عارف المشكله في ان احنا فتره اول ما الكوفيد طلع احنا كنا بنخلي بالنا قوي لما نمسك باب، لما نسحب فلوس، اي حاجه زي كده كنا بنطهر ايدينا، فيمكن العدوى ما كانتش بتنتشر بسرعه. دلوقتي ليه بتنتشر بسرعه؟ احنا ما بقيناش نعمل كده. انا نفسي ما بقتش دلوقتي تيجي تحاسب حاجه بتدفع تحط الكود بتاعك وبعدين تلاقي اصلا المكنه يعني سودة ملوث لا كارثة، وبقينا ننسى ونروح ناكل بعدها. يعني اللي عايز اقوله ان احنا يمكن اجراءاتنا الاحترازيه قلت شويه لان الوعي ابتدى اللي هو ما بقاش موجود زي الاول. لا نركز في النقطه دي جدا، انا اوقات بفوق نفسي لان بجد الموضوع صعب وانتشاره بسهولة جدا أسهل من الأول. وتاني إحنا مش عايزين أي شخص في عائلتنا يصاب حتى لو إحنا مش خايفين على نفسنا. نقطة مهمة كنت أتكلم عن مع حضراتكم فيها وهنتكلم على فكرة عنها فيها أو عليها تاني، لأن إحنا ممكن كمان يا كريم نبدأ نركز شوية في الأعداد التزايد فيها، لأن الفئة اللي بتصاب دلوقتي أكتريتهم كمان أطفال باي ذا واي. هو اللي أنا أعرفه وعن تجربة الحقيقة، بس سيبكم من التجربة بتاعتي أنا عموما، سمعت ده حتى من أطباء متخصصين يقال والله أعلم إن النسخة دي يعني من الفيروس يمكن وقعها على الجسم اقل شويه الحمد لله رب العالمين من النسخ الاولى المبكره اللي كانت اغلب الناس بتدخل فيها عنايات مركزه باستمرار. صح. لكن الخطوره في النسخه دي تحديدا هي سرعه الانتشار الرهيبه. أيوة. اللي بتتكلم عليها نهاوند، ده اللي مخلى فعلا الاعداد في ازدياد. وطبعا كالعاده انت بتقولي الوعي دلوقتي مش زي الاول، ده الاول وفي عز كورونا احنا شفنا شويه حاجات وشويه فيديوهات بتقول لك ان احنا في وادي والكوكب كله في وادي. احنا مفيش حاجه تاثر علينا. احنا اللي بيجي علينا هو اللي بيزعل. بس كنت عايز اقول لك على ايه؟ لا انا كنت عايز اقول على حاجه. طب لو افتكرتيها قول لنا وقتها على ما انا اقول لهم الخبر ده. ايه رايك بالفكره دي؟ موافقه. طيب نروح بقى مع حضراتكم على البريمير ليج، لان سجل لاعبو ارسنال ثلاثيه مهمه جدا طبعا يعني بعد الفوز على بورتموث بثلاثيه نظيفه في مباراه كانت ملفته للانظار وكان فيها لمسات جماليه كبيره الحقيقه، وده حصل في منافسات الجوله الثالثه من الدوري الانجليزي الممتاز. بكده بيكون ارسنال هو صاحب الصداره في ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 9 نقاط بعد ما حقق الفوز في اول 3 جولات في البطوله، وده الفوز الثالث لكتيبه مايكل ارتيتا طبعا مدرب ارسنال، ليفوز ارسنال بمبارياته الثلاثه الاولى في الدوري الانجليزي للمره الاولى من 18 سنه من اول موسم 2004-2005. سجل ارسنال الاهداف في الدقيقه 5 ثم الدقيقه 11 وتم تسجيل الهدف الثالث في الدقيقه 53. وخلال هذه المباراه فضل ارتيتا المدير الفني لفريق ارسنال عدم الدفع بمحمد النني لاعب منتخبنا الوطني اللي ظل على مقاعد البدلاء طوال احداث هذه المباراه، وطبعا اكيد دي كانت حاجه ضايقت يعني كل محبيه ومشجعيه ومتابعيه في العالم العربي ولا سيما مصر، ولكن للمدير الفني رؤيه خاصه به. على كل الاحوال دي كانت نتيجه هذا اللقاء. تعال نروح للبريميوم ليج اللي حقق فيها المهاجم توتنهام طبعا الاسم الكبير هاري كين، حقق رقم قياسي ده خلال مباراة فريقه اللي كانت امام ولفرهامبتون 1-0 طبعا اللي فازوا فيها في افتتاحيه الجوله الثالثه من الدوري الانجليزي. طيب هو احرز هاري كين هنا هدف الفوز الوحيد للفريق تقريبا في الدقيقه 64، ووفقا لشبكه اوبتا للاحصاءات فان كده كين المفروض يا كريم ان هو رفع رصيده ل 185 هدف في الدوري
الدوري الانجليزي الممتاز ده بقميص طبعا توتنهام عشان يكون هنا متجاوز بفارق هدف واحد انجاز المهاجم الارجنتيني سيرجيو اجيارو. ف هنا اللي هو كان يعني النقاط تحديدا 184 هدف، طبعا انجاز كويس جدا. وخلي بالك ممكن حاجه البريميوم ليج من الدوريات اللي هي دايما او الارقام فيها بتختلف بسرعه لان احداثها بسرعه او سريعه وماتشاتها والاهداف يعني، فهتلاقي دايما الارقام مختلفه. وعندهم كمان يعني احنا بنتكلم في الاول وفي الاخر تقريبا اقوى دوري في العالم، فعلا أقوى فعندهم دوري. كمان كميات وافره من اللعيبه المميزه كل واحد بلمساته الحلوه اللي بتثير اعجاب الكثير واللي طبعا بتتنشر باستمرار من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. في الحقيقه كثير من الاضواء دايما ملقاه وعن جداره واستحقاق الحقيقه ملقاه دايما على الدوري الانجليزي واكبر مشاهده كريم في العالم طبعا. يعني ما عشان اللي انت بتقوليه واللي احنا بنقوله بطبيعه الحال لازم تبقى نسبه المشاهده ليه عاليه جدا. بمناسبه الكلام عن الدوري الانجليزي عايزين نقول لحضراتكم ان كشف نادي الإنجليزي عن العقوبة اللي فرضها على مشجع للفريق المتهم بالسلوك العنصري. كان عمل حركة كده مش لطيفة ضد اللاعب الكوري الجنوبي سون يونغ مين نجم توتنهام خلال مواجهة الديربي بين الفريقين مساء الأحد الماضي في تاني جولات الدوري الإنجليزي الممتاز واللي انتهت بالتعادل 2-2. كان نادي تشيلسي كان وجه في بيان رسمي رسالة تحذيرية إلى مشجع البلوز اللي أساء للاعب الكوري الجنوبي مهاجم توتنهام. يعني الحقيقة عمل حركة فيها كل معاني العنصرية لما عمل يعني بإيديه كده قام بتضييق عيونه في إشارة طبعا لأصول نجم توتنهام لحظة تنفيذ الأخير لإحدى الركلات الركنية. وقال تشيلسي عبر موقع تويتر بعد بياننا هذا الأسبوع بشأن الإساءات العنصرية في مباراة توتنهام يوم الأحد الماضي يمكن لنادي تشيلسي لكرة القدم أن يؤكد أنه حدد وحذر حامل تذكرة الموسم إلى أجل غير مسمى. يعني الحقيقة دايما الإشارات اللي فيها عنصرية بتثير استياء الجميع طبعا في كل مكان في الدنيا أكيد هنلاقي أشخاص عنصريين وحتى من الجماهير يعني بصفة خاصة وساعات كمان من اللعيبة، لكن في كل الأحوال العنصرية أكيد مرفوضة ودايما بتتخذ بشأنها إجراءات وعقوبات رادعة إلى حد كبير. يعني هو بس أنا مش عارفة يعني مفروض لما عمل الحركة دي كده هو يزعل؟ يعني مفروض إحنا أو إحنا نضحك أو يعني مفروض هو كده حد جامد؟ لا يعني ده هو مش واقف عندنا نفسه بس يعني إن جنرال اللي هو يعني ايه تقل الدم ده يعني يعني ايه المشكله ان هو ايجن يعني مش فين الازمه يعني. طب هقول لك على حاجه تانية، تفتكري اللقطه انا مش يعني تقريبا كان ابراهيموفيتش لو انا مش غلطان كان برضو دخل في خصومه كده مع لاعب في الفريق المنافس مش فاكر كان مين بس كان قصير فكان بيتعمد من السخريه من قصر قامته ويبص له كده من فوق لتحت نظرات معناها مفهوم ويعمل بايده كده علامات، فدي كلها حاجات مش لطيفه. لا حاجات مش حلوه ابدا وحاجات دمها تقيل، انا بحس الحاجات دي دمها تقيل والشخص اللي بيعمل كده دايما شخص عنده مشكله طبعا. يعني في مشكله عنده بيسيء لنفسه هو anyway. ومش حلوه في عالم الرياضه يعني طبعا. مش حلوه طبعا. لما تيجي من ايكون في عالم الرياضه اللي المفروض ان هو بيصدر كل حاجه ايجابيه وكل ما هو ايجابي. من درجات الحراره خلينا نروح فاصل ونرجع نكمل اخبارنا اكيد لسه ما خلصتش. يا اهلا بكم مره ثانيه، رجعنا عشان نكمل مع حضراتكم كلامنا واخبارنا وموضوعاتنا في حلقتنا النهارده. وتعالوا دلوقتي نروح على طول على فرع النادي الاهلي بالجزيره، موجوده هناك زميلتنا العزيزه هنا ابو القاسم عشان تقول لنا ايه المستجدات. صباح الفل عليك يا هنا، اتفضلي. يا صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. بداية أسبوع جديد وعشرة الصبح في الأهلي، وزي ما عودناكم دايما هنقل لكم كل الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي وفرقه الرياضية المختلفة. خلونا في البداية نبدأ بكرة القدم. النهاردة الفريق الأول لكرة القدم هيكون عنده مباراة أمام فريق الإسماعيلي، مباراة هتكون الساعة 9 مساء على استاد الجيش ببرج العرب. يعني طبعا الفريق كان اختتم استعداداته لمباراة اليوم أمس، خاض مران هنا على ملعب مختار التتش. بشكل عام كان مبني على تدريبات فنية وخططية وأيضا فقرة بدنية، وبعد كده غادر للأسكندرية للدخول بقى في معسكر مغلق استعدادا لمباراة اليوم. يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله يحققوا نتيجة إيجابية.
خلونا بقى نروح للالعاب الاخرى ونبدا برجال كره السله. يعني طبعا كانوا استأنفوا تدريباتهم استعدادا للموسم الجديد يوم 16/8، مستمرين في التدريبات بيتمرنوا بشكل يومي، عندهم هدف واحد بس وهو تحقيق موسم استثنائي والتتويج بجميع البطولات. يعني كمان كان تم الاعلان امس عن قائمه منتخب مصر لكره السله، واللي الحقيقه ظهر فيها سداسي النادي الاهلي، يعني اللاعب ايهاب امين، عمرو الجندي، سيف سمير، عمر طارق، عمرو زهران وعمر عزب. ده طبعا عشان بقى يلعبوا تصفيات كأس العالم 2023، ومجموعة منتخب مصر هتواجه الكاميرون، جنوب السودان وتونس. يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق وإن شاء الله يقدروا يحققوا نتائج إيجابية. خلونا بقى نروح للعبة كرة الطايرة، وأيضا رجال كرة الطايرة بيواصلوا تدريباتهم استعدادا للموسم الجديد، بيتدربوا الحقيقة بشكل قوي جدا الفترة دي، عندهم أيضا هدف واحد هو التتويج بجميع البطولات، مركزين طبعا بشكل كبير جدا، بيتمرنوا بشكل يومي، يعني بنتمنى لهم كل التوفيق. من جانب آخر بقى شباب كرة الطايرة منتخبنا الوطني عاملين بطولة كبيرة جدا في كأس الأمم الإفريقية، يعني تأهلوا للمباراة النهائية بعد تخطيهم أمس لمنتخب نيجيريا بنتيجة 3-1. طبعا بيضم قائمة منتخب مصر رباعي النادي الأهلي زياد أسامة، حمزة حمدي الصافي، محمد ياسر وعبد الله سرور. يعني خليني أقول لك يا نهواندو يا كريم وكل مشاهدي قناة الأهلي، الحقيقة لاعبنا زياد أسامة عامل بطولة كبيرة جدا، يعني في آخر مبارتين قدر يحقق مان أوف ذا ماتش، متألق بشكل كبير جدا، طبعا بنتمنى له كل التوفيق، إن شاء الله كمان يقود المنتخب للفوز في المباراة النهائية ويتوجوا بالبطولة. اخيرا بقى نروح للعبه كره اليد، رجال كره اليد طبعا في معسكر مغلق في اسبانيا، يعني غادروا لاسبانيا من يوم 16 وهيستمروا حتى يوم 23 اغسطس، خاضوا طبعا مباراتين وديتين، بعد كده هيتجهوا للبوسنه للعب بقى البطوله الوديه، هيلعبوا 4 مباريات، طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق، كل ده استعدادا للموسم الجديد، ويمكن ده الحقيقه استعداد جيد جدا بقى عشان هيحتكوا بمدارس مختلفه للعبه كره اليد، ان شاء الله يحققوا موسم استثنائي. قبل بقى ما اختم كلامنا عن اخبار الفرق الرياضيه المختلفه، طبعا بتمنى الشفاء العاجل للاعبنا محمد لاشين لاعب الفريق الاول لكره اليد، طبعا بعد اصابته بقطع في رباط الصليب، يعني بنقول طبعا الف سلام عليك، جماهير النادي الاهلي كلها في ظهرك، ان شاء الله هترجع مره ثانيه بقوه وبكل قوه وترجع تنور ملاعب كره اليد مره اخرى. يعني دي كانت ابرز اخبارنا من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره، والان العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. جميل، كل الشكر ليك زميلتنا العزيزه هنا ابو القاسم على التغطيه دي. ودلوقتي بقى نروح مع حضراتكم مشاهدينا للصحافه الرياضيه. النهارده هنروح او هنقرا الصحافه من جريده الشروق، وهتكون مراسلتنا نورهان تمام موجوده عشان نتابع معاها اهم المنشطات. ومن المنشطات المهمه من صدى البلد الملف الابرز، اتحاد الكره بيكشف عن حكام مباراه الاهلي والاسماعيلي. نورهان بونجور، صباح الخير وسامعينك وطمنينا عن الحكام، اتفضلي. يا صباح الخير يا نهواند، وصباح الخير يا كريم، وصباح الخير على كل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. احنا هنا من مقر جريده الشروق نطلعكم على ابرز واهم الاخبار الرياضيه الصادره صباح اليوم. وزي ما قلت يا نهواند، اول خبر معانا عن التحكيم، ولا يعني صوت يعلو فوق صوت التحكيم بالنسبه لمباريات الاهلي، والمنشط بيقول اتحاد الكره يكشف عن حكام مباراه الاهلي والاسماعيلي، وده منشط من صدى البلد اول خبر معانا. والتفاصيل بيقول انه اعلن الاتحاد المصري لكره القدم الحكم محمد الحنفي لمباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم المقرر إقامتها في 9 مساء ضمن الجولة 18 أو المؤجلات في الجولة 18 بالدوري المصري. كمان خلينا نقول لكم أن مساعد محمد الحنفي هيكون أحمد حسام مساعد أول، وعلى الفيديو وده الأهم عمرو الشناوي ومصطفى عطية. تاني خبر معانا من اليوم السابع، شباب اليد يواجه ليبيا اليوم بالبطولة الإفريقية برواندا. يواجه شباب اليد منتخب ليبيا اليوم في 4 عصرا في ضربة البداية بالبطولة الإفريقية اللي بتستضيفها دولة رواندا، واللي هتقام إن شاء الله يوم يعني من 20 أغسطس الجاري وحتى 29 أغسطس.
ثالث خبر معانا من يلا كورة ومحترفينا، والحديث برضو عن محترفينا يطول، ويمكن تفوق كبير أو ظهور رائع لنجمنا نجم النادي الأهلي محمود تريزيجيه في مباراة ترابزون أمام أنطاليا سبورت اللي أقيمت أمس. يعني على الرغم طبعا من خسارة تريزيجيه أو فريق تريزيجيه ترابزون بخمس يعني أهداف مقابل هدفين، إلا نجمنا المصري محمود تريزيجيه قدم أداء كبير جدا وكويس جدا، وعلى المستوى الفني يعني نال إشادة كبيرة جدا. العنوان بيقول أسيست وكرة في العارضة ضمن ملخصات لمسات تريزيجيه أمام أنطاليا. طبعا يعني نجمنا المصري زي ما قلنا لكم قدم اداء كبير وساهم في الهدف او الهدفين لفريقه على الرغم من الخساره بخمس اهداف مقابل هدفين. اخر خبر معانا من الشروق، انتر ميلان يتجاوز سبيزيا وينفرد بصداره الدوري الايطالي. انفرد فريق انتر ميلان بصداره الدوري الايطالي بعد ما احتل طبعا المركز الاول برصيد 6 نقاط بعد فوزه على فريق سبيزيا اللي يظل في المركز العاشر بطبعا 3 نقاط. دي كانت ابرز اخبارنا هنا من مقر جريده الشروق، شكرا لكم جدا وعوده مره اخرى الى الاستوديو. تغطية رائعة كالعادة يا نورهان، شكرا جدا على هذه التغطية. طيب احنا بكده حضرات نكون انتهينا من الجزء الاول من حلقتنا النهاردة، خلونا نطلع فاصل سريع ونرجع عشان نبتدي معاكم فقراتنا الحوارية. يا اهلا بيكم مره ثانيه، رجعنا عشان نبتدي مع حضراتكم فقرتنا الحواريه المطوله، لان طبعا ضيفنا العزيز هيكون مكمل معانا ان شاء الله الفقره دي حتى نهايه حلقتنا النهارده. والحقيقه يعني الموضوع ده حصل في وقته لان احنا عندنا كتير من الملفات هنفتحها مع الناقد الرياضي الاستاذ عبد المنعم فهمي اللي منورنا في حلقتنا النهارده. صباح الفل على حضرتك واهلا بيك. صباح الفل كريم. صباح الفل يا بونجور جدا استاذ عبد المنعم، منورنا كالعاده، يعني دي مش اول مره طبعا. لا ومش اي مره بقى، ده العمليه مطوله شويه. مع استاذ عبد المنعم نهاية الفقرة بإذن الله. ملفات أصل ملفات كتيرة، هنتكلم في إيه ولا في إيه؟ ما برضو يعني عايزين كده نخش في تفاصيل، لأن إحنا كنا بنتكلم من برة على بعض النقاط، لأن النهاردة هنتكلم بتفاصيل على قد ما نقدر بحضرتك. خلينا نبدأ تحديدا بالأهلي والأداء في الفترة الأخيرة اللي كان متأثر بشكل كبير سلبي، أنا صريحة، وكان الجماهير زعلانة، كلنا كنا زعلانين، وكان في علامات استفهام مع الزعل ده. ثواني بس، خلينا في البداية، هو صراحتك دي ما هو الناس كلها شايفة. لا أنت عارف في ناس بتجمل، في ناس بتجمل تقول لك لا إحنا لعبنا حلو بس الحظ ما حلفناش، الكلام ده مش مظبوط. قطعتك لسبب بسيط. اتفضل. هو الواحد لما يكون عيان بيعمل إيه؟ بيروح للدكتور علشان يشوف حالته عنده إيه ويتعالج ويرجع أحسن من الأول. هيقوله ده أنا كويس، طب أنت جاي لي ليه؟ صحيح. هو انت لو كويس مش هتجيلي. طب الاهلي الاهلي في مشاكل، الاهلي في امور سلبيه. خلينا نبدا من النقطه دي. الامور السلبيه دي مكشوفه وواضحه للجميع، تمام، وفي ايدين المسؤولين النادي الاهلي وبالتالي عليهم حلها. مشاكل فنيه، مشاكل في لعيبه، مشاكل اصابات، مشاكل ارهاق، مشاكل كتيره جدا. صحيح. الواجب يعني سبحان الله هي حصلت، بس ايه حصلت في نهايه موسم وادت الى ان الفريق يفقد بنسبه كبيره، بنسبه 99% يفقد الدوري. تمام. بس مع فقدان الدوري والحدث الجلل بالنسبه لجماهير النادي الاهلي سنتين ورا بعض، يبقى لازم بالضروره يبقى في حل جذري، حل جذري في كل مفاصل الفريق. احنا دلوقتي بنتكلم على الفريق الاولاني، مفاصل الفريق من جهاز فني، مفاصل الفريق من لاعبين، مفاصل الفريق في كل ما يتعلق بجدول المسابقات وغيره. ما دي بتاثر، احنا بنتكلم دلوقتي فنيا في الجزء اللي يخص الفني بيتاثر بالجدول. مفيش مشكلة، ما هو خلي بال حضرتك، احنا بنتكلم دلوقتي في الجزء اللي يخص الفريق الاول ويخص الجهاز الفني. طب ما تيجي نمسكهم مفصل عشان نعرف مفصل فين. طبعا ما احنا قاعدين بقى نعالج براحتنا، على فكره قاعدين براحتنا ده كلها على بعض نص ساعه، يعني في جراحه بقى مش كشف بس، ان احنا يعني قاعدين كتير كده كشف وجراحه بعد كده في نفس اليوم. يعني تعالى نعمل الكشف دلوقتي على المفاصل دي. اول مفصل الجهاز الفني، تمام، تقول ايه في اللي حصل في الفتره الاخيره ابتداء من رحيل موسيماني انتهاءا بجلب مدير فني جديد اللي هو سوارش. ما اعرفش، في قناعات كتيره كده عند الجمهور ان الاهلي، انا بتكلم على معلوماتي طبعا، انا في قناه النادي الاهلي بس بتكلم على معلوماتي الخاصه. اتفضل. رحيل موسيماني ليس بسبب الاهلي، يعني الناس متوقعه او متخيله ان الاهلي فرط في موسيماني. كويس كده. لكن انا تخيلي وقراءتي للمشهد تقول ان موسيماني هو الذي نط من المركب او قذف نفسه من المركب وقال لك لا انا مش هكمل. ما اعرفش، يعني ممكن يكون يعني ليس حاجات كان حاجات يعني في دماغه هو. لم يفسرها. تعال نقلب الصفحه، خلينا في الصفحه الحاليه. ريكاردو سوارش
تمام. ماله من حيث الاختيار، اختياره هو يعني، ومن حيث التوقيت اللي هو جه فيه، لان هو برضو جه على مهمه مش سهله الحقيقه، جاي على وضع مش مترتب مش متظبط. لا هو الوضع كان مترتب وكان كويس يعني. فاكرين انا الحلقه اللي فاتت قلت لكم لو سامي قمصان كمل مفيش مشكله بالنسبه لي. ليه؟ لانه سامي قمصان استكمال الموسم بمدرب شايف الامور قدامه بشكل كويس، عارف العناصر الموجوده، ده كان بالنسبه لي انا كعبد المنعم افضل. بالنسبه لي انا كوجهه نظر فنيه بقيم الامور اللي قدامي، لا كان بالنسبه لي استمرار سامي قمصان على الاقل افضل، انك انت جايب مدير فني. المواصفات في سواريش ربما تكون ظلمته الظروف، بمعنى ان هو اتى من الدار الى النار، اتى صحيح. من بلاده جاي مصر لاول مره يخرج بره بلده، لاول مره يدرب خارج القاره الاوروبيه او خارج البرتغال على ما اعتقد، ويجي يتولى مسؤوليه فريق بحجم النادي الاهلي، فريق بينافس على البطوله لاخر وقت، فريق قدامه ما فيش الا كل مباراه ولها طبعا تنافس خاص، فريق مش في افضل حالاته ابدا يعني. فريق ما كان هو كان بدا الكيرف بتاع الاهلي المنحنى الفني بتاعه يقل شويه، فكان استمرار، انا وجهه نظري الشخصيه استمرار سامي قمصان كان افضل حالا مما حدث الان، لانه برضو انا ما ينفعش اجيب مدير فني لسه هيتعرف على امكانيات اللاعبين، وانتم عارفين الاجهزه الفنيه الاجنبيه لما بتيجي تتولى مسؤوليه مكان ما او فريق ما بتحتاج فتره كبيره جدا، يعني احنا شفناه في 3-4 مباريات او 5 مباريات الاسماء مش عارفها، فده اكيد مش هيظهر امكانياته الحقيقيه انه يقدمها للاعبين ويطور من اداء اللاعبين، وبالتالي ويرضي بيها الجماهير، ويرضي بيها الجماهير وكمان يعمل بيها نتائج، فده ما حصلش. فبالتالي هو مع الاسف الشديد هيظلم ظلم، يعني ظلم مش عايزين نقول بين، لا ظلم كبير، ان هو يوصل في النهايه تلاقيه لم يحقق المستهدف منه من جمهور من اداره. بس خلي بالك هو لعب على ما اعتقد 16 مباراه او 17 مباراه، خسر مباراتين فقط، ده مش مبرر ان انا لا التمس له الاعذار، ولكن في النهايه هو اتى الى النادي الاهلي الان لم نتائجه واللي حاصل الان مع النادي الاهلي لم يرضي طموحات الجماهير، يعني الاهلي حاليا يعني بنسبه كبيره جدا فقد الدوري، الدوري راح للمنافس التقليدي بالنسبه للنادي الاهلي، لكن في النهايه خلينا نقول ان سواريش تجربه يعني مش هقول فاشله ولا هقول ناجحه، لكن هي بين يعني بين الاثنين، لسه محتاج فتره برضو تاني عشان يتشاف اكتر، لكن ما اظنش انه ممكن، يعني انا قناعاتي الشخصيه مش متفائل بانه يكمل الموسم الجاي. انا عن نفسي بتكلمك عبد المنعم مش متفائل انه يكمل الموسم الجاي، لانه برضو زي ما قلت لكم الظروف ما خدمتهوش، الامور الفنيه ما ظهرتش معاه بشكل كويس، يعني التقييم بالنسبه له لما تيجي تحط الارقام وقدامه تقييم فني مش هيدوا له التقييم الكبير. المدير الفني ما بيحتاجش الفتره الكبيره قوي دي عشان خاطر يظهر امكانياته. ليه يعني على الاقل قد كم مباراه، على الاقل بمده كم شهر ولا كم يوم؟ بتختلف التقييم من يعني من فنيين ومحللين بيقولوا في خمس مباريات. لا ما هو بصي في امكانيات فنيه بتبان، في جمل بتبان، في شكل بيبان، في ستايل بيبان، انا حاسس ان مفيش تناغم في الملعب، مفيش تناغم في الملعب، واللعيبه فقدت مثلا مستواها اللي انا اعرفه عنها، اللعيبه يعني الماتش الوحيد اللي انا شفته كويس ماتش فيوتشر، ماتش كان كويس الماتش، بس خلينا نقول برضو جزئيه مهمه، الظروف اللي حصلت دي ممكن تكون تخدم الاهلي لعشر سنين قدام. ازاي الاهلي لو كان كمل عادي كان خد بطوله الدوري، الاهلي شبعان بطولات الدوري، لكن الاهلي ما بيكسبش ناشئين بشكل كبير، او عموما الانديه المصريه لما بتكسب ناشئ بيكون على مضض، حاجه يعني صعبه للضروره القصوى. انت عندك النهارده في قائمه الاسماعيلي عد، لو عندكم القائمه عدوا، هم كلهم 3-4 الموجودين من الكبار والباقي كله من العناصر. لا بس احنا الناشئين طلعت اسماء كتيره نجوم يعني على مدار فترات اجيال كتيره قوي. ده زمان ليه؟ هو عماد متعب زمان، وشناوي زمان، واكرامي زمان، وحسام عاشور زمان، كل عنصر انا بكلمك حسام غالي يعني طلعي عنصر كل سنه ولا كل اثنين ولا كل ثلاثه، ده كان مكسب برضه، انما لما تطلعي 4-6 عناصر بشكل دوري في 6 مباريات ولا 7 مباريات بشكل دوري وهيستمروا معاك للسنه الجايه وتأيديهم في افريقيا، انت كسبانه. كسبانه ايه؟ كسبانه لعيبه بتديكي. هو مصنع دائم يعني الناشئين عندنا لإخراج أبطال ماشي، يعني بس كان بيتم بصورة إيه مرحلية
وصوره فرديه وصوره بين كل سنتين وثلاثه نشوف ناشئ او كل سنه والثانيه. وده على فكره كان كويس مش وحش برضه في تضم الشراء اللي شغال والاهلي بيدور على لعيبه جاهزه. مش الاهلي بس، كل الفرق بتدور على لعيبه جاهزه. الناشئين دي خلاص هتصبح هتبقى موضه السنوات الجايه، هتوفر لك مش بس موضه، هي هتوفر على النادي كتير. لا هتوفر ثانيه واحده انا لما اجيب عقد دلوقتي واحد جاي يحترف عندي، لا بص لي ما تبصش فوق ولا ايه؟ لا بص يا استاذ عبد المنعم، انا لما اجيب دلوقتي حد يحترف عندي حلو جدا، هو جاي واكيد عايز يثبت نفسه كل الكلام ده، لكن غير ان انا لما اطلع ناشئ روح النادي الاهلي غير. هتجيب لي تقول لي المحترف اللي انا جايبه ده بيعشق النادي الاهلي، بيلعب عشان الفانيلا الحمراء وبيلعب عشان العقد بتاعه، فاكيد في فرق. ما تقوليش ما فيش فرق، لا طبعا في فرق كبير. انا كنت هقول الكلام اللي انت قلتيه. طيب انا بقول لك هيوفر ان انت تجيب، هيوفر فلوس ادي حاجه، ما طبعا ادي حاجه. نمره 2 هيوفر حاجه انت لا تشترى، لا تشترى ولا تباع، اللي هي ايه اللي انت قلتيها دلوقتي، اللي هي الروح، روح البطولات. فبالتالي اللعيب اللي متشبع معاك بروح بطولات من هو صغير يكبر معاك بنفس الروح، فده يخليكي او يخلي الاهلي الفريق الاول يبقى عنده عناصر قادره انها تاخد بطولات، قادره انها تدخل بسرعه، تبقى في النواحي الفنيه تبقى سريعا موجوده، مش بتحتاج وقت من الاوقات. بس اهم حاجه الاستمراريه. يعني انا اتمنى ان سواء استمر سواريش او جه اي حد، يبقى البدايه اللي ابتديناها او البدايه اللي بداها النادي الاهلي يبقى لازم تستمر، والعناصر اللي ظهرت واثبتت قدراتها على الوجود في الفريق الاول تستمر الى فترات كبيره، حتى الاهلي لو خسر اي خساره تبقى قريبه لكن المكاسب بعيده. هو ده اللي خلى كتير من حتى جماهير النادي الاهلي تشوف ان في وسط الاجواء المعتمه الى حد كبير دي، يمكن بارقه الامل والضوء اللي فارضه نفسها فكره المكسب، العناصر الشابه اللي حضرتك بتتكلم عنها واللي شفناها بشكل لطيف جدا الحقيقه في كام ماتش اللي فاتوا. بالمناسبه الى اي يعني حجم رضاك عن الاسماء اللي استجدت في الفتره الاخيره والشباب اللي تم تصعيدهم، حجم رضاك انت شخصيا عنهم قد ايه؟ انا راضي بنسبه كبيره عن كل العناصر اللي شاركت، سواء حصل لها توفيق وقدمت نفسها بشكل كويس او لسه ما خدتش على الاجواء، اللي خلي بالك انت بتاخدهم من الدار الى النار. ده فريق اول في النادي الاهلي، وفريق ايه الجمهور مستني نتائج، مستني تحسين صوره، مستني يعني الاهلي يبان في افضل، المفروض في افضل حالاته حتى لو خسر الدوري. فانت بتطلب منهم حاجات بتكون صعبه عليهم وهم بيحاولوا ينفذوها وبيحاولوا يطلعوا بيها، وده الشيء اللي يحسب للاداره انها بدات او بدات الطريق، وده شيء كويس انا شايفه في مستقبل النادي الاهلي. وخلي بالكم من جزئيه مهمه، الجمهور ممكن يكون زعلان على بطوله الدوري السنه دي، بس في حاجه بتحصل في التاريخ الناس ما بتقراش تاريخ شويه. الاهلي بيخسر بطولتين ورا بعض فبياخد 5 6 7 دوري. ارجعوا للتاريخ من 48 49 الاهلي كسب 9 بطولات ورا بعض ولا 8، المنافسين بيدخلوا وياخدوا بطوله ولا 2. المره الوحيده اللي الاهلي فقد بطولات كان 4 سنين ورا بعض، الاهلي خد لغايه 2004، كانت 2001 على ما اعتقد 2001 لغايه 2014 و15 خدها المنافس الاهلي، وبعد كده كل بطوله تتاخد من النادي الاهلي او بطولتين ورا بعض بنعوضها بشكل كبير. الاهلي بيعوضها، بس يمكن الدوري انك تخسره مرتين ده ما حصلش تقريبا من 20 سنه، 20 سنه يعني. لا مفيش مشكله، مفيش مشكله، بس كلامك صح. انا برجع دايما للتاريخ، انا باجي بعوض على طول، هي دي النقطه. بقف على رجلي وبقف وبجيب كتير فوق ما الناس ممكن كمان تتوقع. خلينا بس نتكلم كده بشكل واقعي شويه. اتفضل. احنا بنخاطب الجمهور طبعا، جمهور الاهلاوي. جمهور الاهلاوي في مشكله انه اتعود على المكسب الدائم والبطولات الدائمة، وما عندوش يعني ذرة شك في فريقه، وده شيء كويس يحسب لأهلي اللي خلى عنده جمهور بيفضل دايما المكسب. لكن الأهلي أو جمهور الأهلي لما يجي يبص مثلا على ريال مدريد، ما بيخسر بطولات، مفيش فريق في العالم ما بيخسرش. البايرن، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، كل الفرق بتخسر يا استاذ كريم. او المقياس ايه يعني المحك في التفصيله دي؟ هي فكره الصوره العامه اللي حضرتك كنت بتتكلم عليها من شويه، فكره ان انت لما بتشوف فريقك بيأدي الاداء المتوقع منه والمنتظر منه واللي يتماشى حتى مع ثقه الاسماء اللعيبه، على الاقل الجيل الاولاني، مش العناصر اللي تم استحداثها مؤخرا او التطعيم بيها.
لما بتشوف اداء كويس وتخسر الماتش بتبقى طالع متعكنن الى حد ما لكن مرضي بالاداء لكن لما بيبقى الاثنين هنا المشكله. خليني اقول لك على حاجه. اتفضل. عمر الاهلي من خلال متابعتي ليه ما قدم نتائج اما قدم عمره ما قدم مثلا نتائج سيئه وكسب الدوري. لا، الاهلي مشكلته ان هو السنه دي الاداء بتاعه مع نتائج سيئه، الاداء ما كانش على الصوره والنتائج ما كانتش على الصوره. طبعًا. تمام طبعًا. فالاهلي عمره ما كان بيقدم كوره كويسه وكان بيخسر. وده اللي مخلي الجمهور زي ما حضرتك قلت ايه زعلان، لان لا في اداء ولا في نتيجه. مظبوط. الفرضيه الثانيه مش موجوده، الاهلي لما بيقدم نتائج كويسه اسف اداء كويس بيكسب، انما الاداء السيء السنه دي في فرق يعني ظهرت في الصوره وانت كنت بتتعثر في يعني كسب بعض المباريات اللي مش ممكن كانت تحسم او انت كنت بتحسمها نهائي في يعني في مدربين في دقائق اولى ظهروا يعني في الصوره وتم تلميحهم بعض الشيء عشان خاطر كده. والله ده مصلحه الكره المصريه في الاخر، عشان بعد كده اللي جاي يبقى ايه محدش يزعل بقى، يعني هيبقى في تنافسيه حلوه، بس في نفس الوقت هتلاقي كوره حلوه لما تلاقي الاداء اتحسن من بعض الفرق اللي المفروض دور ثاني وغيره. يعني اعتقد ده شيء مش على كل الاحوال. عايزين بس نستاذنك، خلينا يعني نقف عند النقطه دي ونطلع فاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا مع حضرتك. اتفضل. نرحب مره كمان بالاستاذ عبد المنعم فهمي، مكمل معانا لنهايه الحلقه النهارده. مش عارفه هو مبسوط ولا لا من اول الحلقه، والله مبسوط انك معانا ولا لا استاذ عبد المنعم؟ مبسوط والله. حقيقه كده وش حد مبسوط؟ مش عارف. ماشي اضحك يعني؟ حاضر. مبسوط والله. طيب خليني اروح مع حضرتك، هو الصحيان بدري مشكله انا عارفه. لا والله مبسوطه المره الثانيه. باكد اهو. خلينا نروح. بص بقى، هنتكلم في كل حاجه بصراحه، احنا اتفقنا على ده، واحنا عاده فقراتنا مع حضرتك بتبقى فيها نوع شديد شويه من الصراحه، وانا بحب كده بالمناسبه، لان الواحد لازم يتكلم بصوره فيها شفافيه مع الناس. خلينا نبدا بقصه العوامل الخارجيه اللي اثرت على اداء الاهلي. احنا اتكلمنا العوامل بتاعتنا، أسبابها 1 2 3 4، وقلنا المكاسب حتى من ورا ده. نخش على العوامل الخارجية اللي أثرت برضو بشكل كبير، ومنها بند التحكيم. حلو كده. بند التحكيم يمكن مش بس الأهلي بيشتكي منه، بند التحكيم أندية كتيرة جدا مع قدوم مارك كلايتنبرغ وكم الشكاوى اللي تقدمت له، أعتقد ده بيؤكد أن احنا عندنا أزمة في التحكيم في مصر. نبدأ من النقطة دي. والأزمة موجودة بالفعل، بدليل أنه تم تغيير لجنة الحكام من يعني رئيسها السابق عصام عبد الفتاح رحيل، والاتيان بمارك كلاتنبرج اللي هو كان المفروض يجي بداية الموسم الجديد، لكن تم التغيير يعني الاتفاق معاه على انه يتولى المسؤولية في اخر 6 اسابيع، وده كان ليه طبعا صدى كبير جدا، وكان النادي الاهلي من الاسباب التي جعلت الاتحاد الكرة يعجل بتعيين لجنة بديلة او رئيس بديل للجنة السابقة. ما في شك ان التحكيم مع الاسف الشديد، بس ده له اسبابه، التحكيم مش من السنه دي ولا السنه اللي فاتت، التحكيم بقى له فتره كبيره جدا. التحكيم خلى ما فيش ثقه بحكامنا المصريين، ده نتيجه اخطاء يعني اكيد هم بيرتكبوها، في ناس يعني في ناس مع الاسف الشديد مش عادول بتتعمد، لان دي كلمه كبيره جدا، ما عندهاش مثلا القدره على قياده مباراه لاسباب فنيه، هو امكانياته كده. خلي بالكوا الحكم مش مجرد حكم في صفاره ويشوف اللعبه قدامه ويحكم، لا، ده فيه بتبقى عنده لياقه بدنيه، بيبقى عنده لياقه ذهنيه، بيبقى لياقه يعني بيقرا بيذاكر فاهم قانون، كل الامور دي. يعني احنا طول السنين اللي فاتت دي يا استاذ عبد المنعم ما كانش عندنا يعني حكم واحد على الاقل يوحد ربنا في القدر الاكبر من المواصفات اللي حضرتك بتتكلم عليها اللي تؤهله ان هو يشارك مثلا في ناس عندها كتير مباريات كاس عالم. وخلي بالك ممكن حكم يكون مش موفق، يعني ممكن حكم على اعلى مستوى لكن لا يوفق في مباراه والثانيه، وده بيحصل كتير جدا في العالم، يعني مفيش مشكله خالص. بس انا قصدي اقول لك يعني بتبقى عجبه بالنسبه لنا ان احنا نشوف حكم مصري بيشارك مثلا في كاس عالم. ليه؟ لانه خلاص في مقاييس ومعايير مش موجوده، يعني اولا انت يعني شغلك الدولي مش واضح، في ناس بيبان ده منين؟ بيبان من شغلك الدولي، من شغلك شارتك الدوليه اللي بتاخدها بتخرج بره من خلالها تبان في الصوره. ما الحكام المصريين مع الاسف الشديد بقى لهم فتره مش في الصوره، لان هم عملوا في نفسهم كده، يعني
وخلي بالك برضو هم حلقه ضعيفه شويه يعني في ناس فيهم كويسين ما بتلاقيش اللي يدافع عنهم. خلينا نقول اللي لينا واللي علينا. حلوه النقطه دي على فكره. يعني هم ما بتلاقيش اللي بيدافعوا عنهم لانه في النهايه هم بيعتبروا نفسهم حلقه اضعف السيئه بتاعهم. وفي حاجه من عدم الثقه، حاجه من عدم الرضا. انت لما تلاقي نفسك بتحكم مباراه وعارف ان الهجوم عليك قبل ما تبتدي المباراه وانك اي لعبه هتعملها هتلاقي نقد، فبتغلط غصب عنك، مفيش ثقة. ليه الحكم المصري ما بيروح في افريقيا بيعمل ماتشات كويسة جدا، في ناس بتخطئ وليها برضه جدل، في جدل كبير بيحصل مش هقول اسماء، لكن في حكام بيخرجوا بره القرار. يعني الجماهير جزء من هذه لا المنظومة الإعلامية كلها المنظومة الإعلامية كلها جزء كبير جدا من إعطاء الثقة للحكام. ما هو الإعلام ده انعكاس لآراء المجتمع، ما هي أو الجماهير. بس في حاجة، احنا لو أعطينا الثقة للحكم حتى لو حكم مش كويس، ما هو أنت عندك ممكن في لاعب كورة ما بيأديش بالشكل المناسب، الجمهور بيقف معاه عشان خاطر يقف على رجليه. الاهلي السنه دي مش في مستوى، جمهوره بيعمل ايه؟ بيقف معاه، وهكذا كل فريق. فبالتالي الحكم مين بيقف معاه لما بيجي يغلط؟ نعمل رابطه مشجعي الحكام. ابقى كان بجد ده عيب الحكام. بس هي ده اختراع جديد. مشكله مش لطيفه ولازم تتحل بسرعه. طبعا لازم. على فكره بالمناسبه، حتى جزء كبير من الكلام اللي احنا بنتكلمه على الحكام المصريين ينطبق على الحكام العرب، لان برضو قلما تجد حكم عربي. لا في كتير، بس في تفاعلات كتير عالميه، يعني بتلاقيهم باستمرار في مثلا كاس عالم. بص يعني هو وضعهم ارحم من عندنا. خليني اقول لك على معلومه، كلاتنبرج لما جه اسمه ايه، هو بتقول ايه انت بتقول ده بنطق غير نطقنا خالص، انا بقول لك النطق الصعايد الاسماء الانجليزيه بقى شويه كده غريب شويه. اسمه ايه قلت لي الحكم؟ مارك كلاتنبرج. شفت بقى. انا لو قلت بقى تبقى في مشكله والله، هتطلع منك حلوه. طب جرب كده. لا خليها في مارك بس. ماشي. مارك جه شاف الماتشات في الدوري المصري اندهش، شاف التحكيم اندهش. فاول مفيش. لا يا جماعه مشوا. مش بتلاحظوا انتوا الايام الاخيره كده في العاب ما بتتحسبش، في حاجات ما بتتحسبش، في فولات ما بتتحسبش. قال لهم لا انتوا كده مش كده مش كوره، كده مش تحكيم، كده الامور. لا ادوا فرصه واحد واثنين وثلاثه واربعه عشان خاطر اللعيب يؤدي بـ 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 بالصوره المطلوبه. انا برضه مندهش. ليه بتفرج على الدورات الانجليزيه والدورات العالميه؟ المفروض الحكم بيتفرج برضه زي اللعيب بيتفرج. طبعا الحكم بيتفرج وزي ما المدير الفني بيتفرج، كل المنظومه المفروض تتفرج. احنا بناخد الحاجات القشور كده ونتفرج، نعمل نقل مش عارف ان الشرطه تعمل مش عارف ايه، والشرطه تعمل من الناحيه الثانيه، والفانيلا مش عارف ايه، والجل والشعر والكلام. طب ما تتفرج تشوف حاجات. بس هو الفانيلا بيعمل شغل حلو مع اللعيبه. لا بينزل على عينيهم وما بيشوفوش، وخصوصا الحراس، وحصلت كتير ما احنا عارفين. يعني حتى بينقوا جل تعبان رخيص فبينزل على عينيهم فدي مشكله من مشاكل الكره المصريه. والله مشكله كبيره. إيه؟ والله ما احنا والله ما بهزر، والله مشكله كبيره. فالناس ما بتتفرجش على الحاجه اللي تفيدها، الحاجه اللي ملهاش لازمه، بدليل ان احنا عندنا الحكم بيبص مثلا بره بيدي فرصه واثنين وثلاثه وعادي جدا، واحتكاكات. بتشوف انت في منطقه الجزاء في الدوري الانجليزي بيحصل في ايه؟ خناقات ومشاكل، محدش بيتكلم خالص لانه هم اتعودوا على كده. احنا لا تيت فاول في ايه يا جدع؟ ما تدي الفرصه للناس عشان تلعب وكل حاجه. مش عارف افهموا قانون. ما هو مشكله كمان لو الجمهور فاهم قانون بشكل كبير. في جمهور فاهم، في جمهور كتير مش فاهم القانون، في حكام نفسهم مش فاهمين القانون. في قوانين بتتطور والحكم ممكن يبقى مش على دراية. ما بيذاكرش وما بيتابعش، ودي مشكله كبيره. برضه من ضمن المستجدات في كره القدم مؤخرا الفار ده المفروض وجوده يغنينا عن اي مشاكل، لكن في كتير من الاحيان الفار بيتسبب في مشاكل. ما تبقاش فاهم بقى الحكايه، التقييم شخصي للحكم يعني في لقطات كتير، وعلى فكره مش بس تخص حكم الفار المصري. مسؤول عن الفار المصري مشي خلاص، وده دليل يؤكد ان الفار فيه مشكلات كبيره جدا. لما جه مارك مشى مين؟ مشى او ما تمش الوفاق ما بينه وما بين اللي هو كان مسؤول عن الفار، اللي هو الحكم السيد مراد على ما اعتقد، وقال ان انا مستقيل. بس انا ما اعرفش يعني كل المشاهدات دي تفقد الثقه في كره القدم المصريه، وتفقدها كتير من انا اول مره اشوف بصراحه. يعني هو البلدان العربيه بياتوا برؤساء لجان يعني اجانب، بس في مصر المفروض في كوادر. يعني انا معروف المفروض يكون في كادر عندي، وكادر يستطيع انه يقود منظومه التحكيم الى بر الامان كل سنه. لكن التحكيم من زمان عندنا في مصر العنصر، انا شايف العنصر الاضعف بامانه شديده. عايزين بقى نفعل الفكره بتاعتها اللي هي فكره مربطه مشجعي حكام مصر. فكره والله. ايه المشكله؟ عشان خاطر لما نكسب احنا. ما خلي بالك انت مش هتقدر تجيب حكام كل مباراه حكام اجانب،
ما انت لازم تدي الثقه في الحكم عشان يحكم لك، هيحكم للاهلي ويحكم للزمالك ويحكم للمصري ويحكم لكل الناس، فلازم نديهم الثقه. الثقه دي مش موجوده، بس هم لازم يكون عندهم استعداد عشان خاطر يبقوا اهل هذه الثقه. طب. بمعنى معسكرات، محاضرات فنيه، تصحيح اخطاء، عقاب، مش عقاب سري. هو جاي عقاب سري يعمل زي ما انت بتخطي يعني في العلن، تتعاقب في العلن. ما ده هيتم يا استاذ عبد المنعم، يعني ده اللي انا اعرفه، ان مارك لاتنبرج من يعني صاحب هذه المدرسه، لان هو لما كانت التجربه الاخيره لما اتكلمنا عنها في اليونان تحديدا، هو كان بيمشي برولز معينه، بيعمل اختبارات شهريه للحكام وفيها اختبارات بدنيه وغيره. فالراجل عنده اجنده ماشي فيه بروجرام او برنامج ماشي، مش ماشي كده احنا هو بدأ يعني بالفعل، بدا بالفعل وبدأ هو عمل اجتماعات كتيره، بدا بالفعل، والايام اللي جايه مش الايام اللي جايه بس، الايام والسنوات والسنين اللي جايه بس يستمر. مشكلتنا احنا ما عندناش استمراريه، يعني ممكن حد يضايقه يقول له مش عارف ايه، حد يتكلم عليه. واضح ان في تغيير في التوجهات، بدليل ان مثلا جلب كلاتنبرج لمنظومه التحكيم، جلب اثنين مدربين، واحد برازيلي واحد للمنتخب الاولمبي والمنتخب الاول. فالى اي درجه تعتقد ان الاستعانه بخبرات اجنبيه هيفيد كره القدم المصريه، واحنا بنتكلم كمان على المنتخبين الاولمبي والمنتخب الاول؟ صدقني الامور مش واضحه. انا عن نفسي مندهش من التوجه ان يبقى كل القائمين على كره القدم المصريه، ومين البرتغاليين وحد برازيلي وانجليزي وبرتغال وانجليزي وبرازيلي. فانت من فتره كنت التوجه بتاعك توجه محلي، الان اصبح التوجه كله توجه ما ربما دي فتره اصلاح قبل بقى لما ابتدي اتواجه محلي. يعني انا محتاجه الفتره دي اصلاح، ممكن البعض بيرى ده، انا بميل للراي ده او للنظريه دي. ما هو اصلاح انت محتاجه مدير فني اجنبي السي في بتاعه عالي. يعني انا مثلا ميكالي مثلا لما جه المدير الفني البرازيلي المنتخب الاولمبي عليه علامات استفهام، وكل ما قيل حوله ان هو بيفوز ببطولات، بيجي ياكل وش التورته زي ما بيقولوا، ياخد وش التورته، دي حقيقه يعني، مش كلامه خلاص يعني. هو ما حصلش على بطولات من منبتها، من بدايتها لاخرها. لو كان بيجي في اخر شهر المدير الفني اللي بيبقى موجود بيمشي، فيجي هو يقطف القطفه ويقول لك انا فزت بطوله، وبقى له فتره ما دربش. المحك هنا في ايه؟ المحك ان انا اشوفه. انا ما اقدرش احكم على مدير فني زي ما قلت المره اللي فاتت الا من خلال ادائه في الملعب واداء اللعيبه في الملعب. لكن المبدا نفسه، فكره الاستعانه بمدرب اجنبي لمنتخب وطني، هل يفضل في الحالات اللي زي كده، طالما الكلام على منتخب، يبقى كمان المدير الفني هو كمان وطني وعارف اللعيبه كويس جدا وحافظهم صم وعارف نقاط القوه والضعف اللي في كل واحد فيهم؟ انت بتلجأ للحلول الصعبه اذا ما كانش عندك الحل الاسهل. الحل الاسهل بتاعك ايه؟ انك تدير، تجيب مدير فني وطني مصري. اولا المدير الفني الوطني المصري حصل مع ايهاب جلال، ما لقاش الظهير الاعلامي، مش اهلي ولا زمالك، فعمل حصل بالنسبه له ايه؟ مع السلامه في اقل من شهر، ودي عيبه كبيره جدا في حق المديرين الفنيين الوطنيين. وفي حاجه مهمه، انت عندك مين في الساحه دلوقتي ممكن تختار مدير فني لمنتخب مصر؟ كان في اصوات في وقت من الاوقات بتطالب بوجود مدير فني للمنتخب على غرار، يعني على غرار ده ما كانش هو شخصيا، حسام حسن تحديدا، من زاويه الحميه، من زاويه الروح القتاليه. حسام حسن كقيمه كلاعب ومدرب طبعا حاجه عظيمه، لكن المدير الفني لمنتخب مصر في مواصفات ما توفرتش في ايهاب جلال. ايه المواصفات؟ مواصفات ان هو على الاقل يبقى حصل على بطولات. وخلي بالك انت بتقيم المدير الفني بايه؟ بنتائج، بانجازاته طبعا، ببطولات. انت بتجيب مدير فني السي في بتاعه فاز بيوم الفلاني على الفريق الثاني 5-3، مفيش الكلام ده. انت بطولاتك عدد ايه؟ البطولات في ولا الاداء حتى ايه؟ بيتحسب على فكره، ولا الاداء بيتحسب. بطولاتك ايه؟ انا لما اجيب مدير فني بواحد اتنين، انت جبت ميكالي عشان فاز ببطولتين صح؟ طيب لو ميكالي ما كانش حصل على بطوله كنت هتجيبه؟ لا، فيتوريا عامل ماتش، عمل جايبه المنتخب الاول وعنده بطولات كتيره جدا وعمل ماتشات كويسه للغايه. على فكره الاهلي خسر فيتوريا. ايه؟ الاهلي خسر فيتوريا. كان فيتوريا كان جاي النادي الاهلي، للاسف طبعا حصلت مشاكل كده او حصلت امور خلت فيتوريا ما يجيش ويروح المنتخب. واللي بيعمله مع المنتخب حاليا والدقب اللي فيه واللف على كل الانديه واللف على كل المباريات، ده يؤكد ان المدير الفني ممكن يكون عنده رؤيه كويسه جدا لمنتخب مصر. خلينا نكمل النقطه بتاعتنا، انا بحب المدير الفني الوطني
القادر على قيادة منتخب مصر بشكل أفضل. حسن شحاتة يعني غني عن التعريف زي ما بيقولوا، يا ريت يجي زي حسن شحاتة. مين يقدر يعمل زي حسن؟ احنا عايزين نموذج حسن شحاتة، هو النموذج الـ 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 الأروع والأفضل للمنتخب المصري، اللي هو اللي كان زملكاوي، زملكاوي طبعا اصيل وما فيش حاجه. كلنا كنا بنحبه لا. لانه كان عمل ايه في المنتخب، هي دي والعكس صحيح، وحصل مع برضه مديرين من الاهلي، ومفيش عنده فرق بين اهلي ولا زمالك طبعا. ايهاب جلال طبعا ما فيش اهلي ولا زمالك، فالدنيا بالنسبه له ما كانتش تمام. المدير الفني للمنتخب مصر لازم يكون عنده مكتمل الاركان والعناصر. مع الاسف انا شايف وجهه نظري الشخصيه لا يتوفر في احد حاليا الان موجودين على الساحه. اللجوء للبديل الاجنبي، بديل اجنبي بالنسبه لي عامل زي البطيخه، ما نعرفش هتبقى ايه مع المنتخب ولا لا. انا بتفق مع حضرتك، الموضوع ما فيش شيء فيه يعني مؤكد، ولكن انا بحكم بالخطوات كمان الاوليه، وهي فكره ان فيتوريا جاي زي ما حضرتك قلت، هو جاي باجنده معينه في بروجرام معين. هو الحديث او التصريح ان هو يجي يقول انا جاي اطور الكره المصريه، حديثه عن الجماهير لما قال لك انا فاهم طبيعه الجمهور المصري او الجماهير المصريه، وهم ليهم الحقيقه ان هم يشعروا ان المنتخب ده بيتطور وبيحصد البطولات. فكل ده الى حد ما إيجابي كخطوات أولى، يعني في تفاؤل من بعض الناس في الشارع. خلينا نشوف. والله اللاعب المصري، اللاعب المصري لو خد الدفعة المعنوية المطلوبة لا يعمل كل حاجة. طب تيجي نتكلم على الشق المعنوي ده؟ لا خلينا فاصل، لان على فكره النقطه دي نقطه مهمه جدا. انا دايما بحب اتكلم على الشق النفسي كمان، خصوصا ان احنا ما عندناش في الانديه، مش بس في المنتخبات، في الانديه ما عندناش اللي هو فكره اللي هو الدكتور النفسي او الاخصائي النفسي. كانت ايام يمكن مانويل، لكن دلوقتي ما اعتقدش ان هي كوريره. مره تانية فاصل ونرجع نكمل. نرحب مرة كمان بالأستاذ عبد المنعم فهمي، مكمل معنا لنهاية الحلقة النهاردة. مش عارفة هو مبسوط ولا لا من أول الحلقة، والله مبسوط إنك معانا ولا لا أستاذ عبد المنعم؟ مبسوط والله حقيقة كده، وش حد مبسوط؟ مش عارف. ماشي أضحك يعني؟ مبسوط والله. طيب خليني أروح مع حضرتك، هو الصحيان بدري مشكلة أنا عارفة. لا والله مبسوط أهو المرة الثانية بأكد أهو. خلينا نروح، بص بقى هنتكلم في كل حاجة بصراحة، إحنا اتفقنا على ده، واحنا عاده فقراتنا مع حضرتك بتبقى فيها نوع شديد شويه من الصراحه، وانا بحب كده بالمناسبه، لان الواحد لازم يتكلم بصوره فيها شفافيه مع الناس. خلينا نبدا بقصه العوامل الخارجيه اللي اثرت على اداء الاهلي. احنا اتكلمنا العوامل بتاعتنا، اسبابها 1 2 3 4، وقلنا المكاسب حتى من ورا ده. نخش على العوامل الخارجيه اللي اثرت برضو بشكل كبير، ومنها بند التحكيم. حلو كده. بند التحكيم يمكن مش بس الأهلي بيشتكي منه، بند التحكيم أندية كتيرة جدا مع قدوم مارك كلايتنبرغ وكم الشكاوى اللي تقدمت له، أعتقد ده بيؤكد أن احنا عندنا أزمة في التحكيم في مصر. نبدأ من النقطة دي. هو الأزمة موجودة بالفعل، بدليل أنه تم تغيير لجنة الحكام من يعني رئيسها السابق عصام عبد الفتاح رحيل، والإتيان بمارك كلاتنبرج اللي هو كان المفروض يجي بداية الموسم الجديد، لكن تم التغيير. يعني الاتفاق معه على أنه يتولى المسؤولية في آخر 6 أسابيع، وده كان لي طبعا صدى كبير جدا، وكان النادي الأهلي من الأسباب التي جعلت الاتحاد الكرة يعجل بتعيين لجنة بديلة أو رئيس بديل للجنة السابقة. ما في شك ان التحكيم مع الاسف الشديد، بس ده له اسبابه. التحكيم مش من السنه دي ولا السنه اللي فاتت، التحكيم بقى له فتره كبيره جدا. التحكيم خلى ما فيش ثقه بحكامنا المصريين، ده نتيجه اخطاء يعني اكيد هم بيرتكبوها. في ناس يعني في ناس مع الاسف الشديد مش عادول بتتعمد، لان دي كلمه كبيره جدا، ما عندهاش مثلا القدره على قياده مباراه لاسباب فنيه، هو امكانياته كده. خلي بالكوا الحكم مش مجرد حكم في صفاره ويشوف اللعبه قدامه ويحكم، لا، ده فيه بتبقى عنده لياقه بدنيه، بيبقى عنده لياقه ذهنيه، بيبقى لياقه يعني بيقرا بيذاكر فاهم قانون، كل الامور دي. يعني احنا طول السنين اللي فاتت دي يا استاذ عبد المنعم ما كانش عندنا يعني حكم واحد على الاقل يوحد ربنا القدر الاكبر من المواصفات اللي حضرتك بتتكلم عليها اللي تؤهله ان هو يشارك مثلا في ناس عندها في مباراه كاس عالم. وخلي بالك ممكن حكم يكون مش موفق، يعني ممكن حكم على اعلى مستوى لكن لا يوفق في مباراه والتانيه، وده بيحصل كتير جدا في العالم، يعني مفيش مشكله خالص. بس انا قصدي اقول لك يعني بتبقى عجبه بالنسبه لنا ان احنا نشوف حكم مصري بيشارك مثلا في كاس عالم. ليه؟
لانه خلاص في مقاييس ومعايير مش موجوده. يعني اولا انت يعني شغلك الدولي مش واضح، في ناس بيبان ده منين؟ بيبان من شغلك الدولي، من شغلك شارتك الدوليه اللي بتاخدها بتخرج بره من خلالها تبان في الصوره. ما الحكام المصريين مع الاسف الشديد بقى لهم فتره مش في الصوره، لان هم عملوا في نفسهم كده يعني. وخلي بالك برضو هم حلقه ضعيفه شويه يعني، في ناس فيهم كويسين ما بتلاقيش اللي يدافع عنهم. خلينا نقول اللي لينا واللي علينا. حلوه النقطه دي على فكره. يعني هم ما بتلاقيش اللي بيدافعوا عنهم، لانه في النهايه هم بيعتبروا نفسهم حلقه ضعف بتاعهم. وفي حاجه من عدم الثقه، حاجه من عدم الرضا. انت لما تلاقي نفسك بتحكم مباراه وعارف ان الهجوم عليك قبل ما بتبتدي المباراه، وانك اي لعبه هتعملها هتلاقي نقد، فبتغلط غصب عنك، ما فيش ثقه. ليه الحكم المصري بيروح في افريقيا بيعمل ماتشات كويسه جدا، في ناس بتخطئ وليها برضو جدل، في جدل كبير بيحصل مش هقول اسماء، لكن في حكام بيخرجوا بره القرار. يعني الجماهير جزء من هذه المنظومه الاعلاميه كلها. المنظومه الاعلاميه كلها جزء كبير جدا من اعطاء الثقه للحكام. ما هو الاعلام ده انعكاس لاراء المجتمع، ما هي او الجماهير. بس في حاجه، احنا لو اعطينا الثقه للحكم حتى لو حكم مش كويس، ما هو انت عندك ممكن في لاعب كوره ما بيأديش بالشكل المناسب، الجمهور بيقف معاه عشان خاطر يقف على رجليه. الاهلي السنه دي مش في مستوى، جمهوره بيعمل ايه؟ بيقف معاه، وهكذا كل فريق. فبالتالي الحكم مين بيقف معاه لما بيجي يغلط؟ نعمل رابطه مشجعي الحكام. ابقى كان بجد ده عيبي الحكام. بس هي ده اختراع جديد. مشكله مش لطيفه ولازم تتحل بسرعه. طبعا لازم. على فكره بالمناسبه، حتى جزء كبير من الكلام اللي احنا بنتكلمه على الحكام المصريين ينطبق على الحكام العرب، لان برضو قلما تجد حكم عربي. لا في كتير، بس في تفاعلات كتير عالميه يعني، بتلاقيهم باستمرار في مثلا كاس عالم. بص يعني هو وضعهم ارحم من عندنا. خليني اقول لك على معلومه، كلاتنبرج لما جه اسمه، هو بتقولي انت بتقوليها بنطق غير نطقنا خالص، انا بقول لك النطق الصعيد الاسماء الانجليزيه يبقى شويه كده غريب شويه. اسمه ايه قلت لي؟ الحكم مارك كلاتنبرج. شفت بقى. انا لو قلت بقى تبقى في مشكله والله، هتطلع منك حلوه. طب جرب كده. لا خلينا في مارك بس، ماشي. مارك جه شاف الماتشات في الدوري المصري اندهش، شاف التحكيم اندهش. فاول مفيش. لا يا جماعه، مشوا. مش بتلاحظوا انتوا الايام الاخيره كده في العاب ما بتتحسبش، في حاجات ما بتتحسبش، في فاولات ما بتتحسبش. قال لهم لا، انتوا كده مش كده مش كوره، كده مش تحكيم، كده الامور. لا، ادوا فرصه واحد واثنين وثلاثه واربعه عشان خاطر اللعيب يؤدي بالصوره المطلوبه. انا برضو مندهش. ليه بتفرج على الدوريات الانجليزيه والدوريات العالميه؟ المفروض الحكم بيتفرج برضو زي اللعيب بيتفرج. طبعا الحكم بيتفرج، وزي ما المدير الفني بيتفرج، كل المنظومه المفروض تتفرج. احنا بناخد الحاجات القشور كده ونتفرج، نعمل نقل مش عارف ان الشرطه تعمل مش عارف ايه، والشرطه تعمل من الناحيه الثانيه، والفانيلا مش عارف ايه، والجل والشعر والكلام. طب ما تتفرج تشوف حاجات. بس هو الجل بيعمل شغل حلو مع اللعيبه لا بينزل على عينيهم وما بيشوفوش، وخصوصا الحراس، وحصلت كتير ما احنا عارفين يعني. بينقوا جل تعبان رخيص فبينزل على عينيهم، فالدنيا دي مشكله من مشاكل الكره المصريه. والله مشكله كبيره. إيه؟ والله ما احنا والله ما بهزر، والله مشكله كبيره. فالناس ما بتتفرجش على الحاجه اللي تفيدها، الحاجه اللي ملهاش لازمه، بدليل ان احنا عندنا الحكم بيبص مثلا بره، بيدي فرصه واثنين وثلاثه وعادي جدا، واحتكاكات. بتشوف انت في منطقه الجزاء في الدوري الانجليزي بيحصل في ايه؟ خناقات ومشاكل، محدش بيتكلم خالص، لانه هم اتعودوا على كده. احنا لا، تيت فاول في ايه يا جدعان؟ ما تدي الفرصه للناس عشان تلعب. وكل حاجه مش عارف، افهموا قانون. ما هو المشكله كمان لو الجمهور فاهم قانون بشكل كبير، في جمهور فاهم، في جمهور كتير مش فاهم القانون، في حكام نفسهم مش فاهمين في قوانين بتتطور، والحكم ممكن يبقى مش على دراية، ما بيذاكرش وما بيتابعش، ودي مشكله كبيره. برضه من ضمن المستجدات في كره القدم مؤخرا الفار ده المفروض وجوده يغنينا عن اي مشاكل، لكن في كتير من الاحيان الفار بيتسبب في مشاكل. ما تبقاش فاهم بقى الحكايه، التقييم شخصي للحكم يعني في لقطات كتير، وعلى فكره مش بس تخص حكم الفار المصري، مسؤول عن الفار المصري مشي خلاص، وده دليل يؤكد ان الفار فيه مشكلات كبيره جدا. لما جه مارك مشى مين؟ مشى او ما تمش الوفاق ما بينه وما بين اللي هو كان مسؤول عن الفار، اللي هو السيد الحكم سيد مراد على ما اعتقد، وقال ان انا مستقيل، بس انا ما اعرفش ان يعني كل المشاهدات دي تفقد الثقه في كره القدم المصريه، وتفقدها كتير من انا اول مره اشوف بصراحه يعني. هو البلدان العربيه بياتوا برؤساء لجان يعني اجانب.
بس في مصر المفروض في كوادر، يعني انا ما اعرف المفروض يكون في كادر عندي وكادر يستطيع انه يقود منظومه التحكيم الى بر الامان كل سنه. لكن التحكيم من زمان عندنا في مصر العنصر، انا شايفه العنصر الاضعف بامانه شديده. عايزين بقى نفعل الفكره بتاعتها اللي هي فكره مربطه مشجعي حكام مصر. فكره والله، ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ عشان خاطر لما نكسب احنا، ما خلي بالك انت مش هتقدر تجيب حكام كل مباراه حكام اجانب، ما انت لازم تدي الثقه في الحكم عشان يحكم لك، هيحكم للاهلي ويحكم للزمالك ويحكم للمصري ويحكم لكل الناس، فلازم نديهم الثقه. الثقه دي مش موجوده، بس هم لازم يكون عندهم استعداد عشان خاطر يبقوا اهل هذه الثقه. بمعنى معسكرات، محاضرات فنيه، تصحيح اخطاء، عقاب، مش عقاب سري. هو جاي عقاب سري يعمل زي ما انت بتخطي يعني في العلن تتعاقب في العلن. ما ده هيتم يا استاذ عبد المنعم، يعني ده اللي انا اعرفه، ان مارك كلاتنبرج من يعني صاحب هذه المدرسه، لان هو لما كانت التجربه الاخيره لما اتكلمنا عنها في اليونان تحديدا، هو كان بيمشي برولز معينه، بيعمل اختبارات شهريه للحكام وفيها اختبارات بدنيه وغيره. فالراجل هو عنده اجنده ماشي فيه بروجرام او برنامج ماشي، مش ماشي كده احنا. هو بدأ يعني بالفعل، بدأ بالفعل وبدأ هو عمل اجتماعات كتيره، بدأ بالفعل، والايام اللي جايه مش الايام اللي جايه بس، الايام والسنوات والسنين اللي جايه بس يستمر. مشكلتنا احنا ما عندناش استمراريه، يعني ممكن حد يضايقه يقول له مش عارف ايه، حد يتكلم عليه. واضح ان في تغيير في التوجهات، بدليل ان مثلا جلب كلاتنبرج لمنظومه التحكيم، جلب اثنين مدربين، واحد برازيلي واحد للمنتخب الاولمبي والمنتخب الاول. فالى اي درجه تعتقد ان الاستعانه بخبرات اجنبيه هيفيد كره القدم المصريه، واحنا بنتكلم كمان على المنتخبين الاولمبي والمنتخب الاول؟ صدقني الامور مش واضحه. انا عن نفسي مندهش من التوجه ان يبقى كل القائمين على كره القدم المصريه، ومين البرتغاليين وحد برازيلي وانجليزي وبرتغال وانجليزي وبرازيلي. فانت من فتره كنت التوجه بتاعك توجه محلي، الان اصبح التوجه كله توجه ما ربما دي فتره اصلاح قبل بقى لما ابتدي اتوجه محلي. يعني انا محتاجه الفتره دي اصلاح، ممكن البعض بيرى ده، انا بميل للراي ده او للنظريه دي. ما هو اصلاح انت محتاجه مدير فني اجنبي السي في بتاعه عالي. يعني انا مثلا ميكالي مثلا لما جه المدير الفني البرازيلي المنتخب الاولمبي عليه علامات استفهام، وكل ما قيل حوله ان هو بيفوز ببطولات، بيجي ياكل وش التورته زي ما بيقولوا، بياخد وش التورته، دي حقيقه يعني، مش كلامه خلاص. يعني هو ما حصلش على بطولات من منبتها من بدايتها لاخرها، لا، وكان بيجي في اخر شهر المدير الفني اللي بيبقى موجود بيمشي، فيجي هو يقطف الاطفه ويقول لك انا فزت بطوله، وبقى له فتره ما دربش. المحك هنا في ايه؟ المحك ان انا اشوفه. انا ما اقدرش احكم على مدير فني زي ما قلت المره اللي فاتت الا من خلال ادائه في الملعب واداء اللعيبه في الملعب. لكن المبدا نفسه، فكره الاستعانه بمدرب اجنبي لمنتخب وطني، هل يفضل في الحالات اللي زي كده، طالما الكلام على منتخب يبقى كمان المدير الفني هو كمان وطني وعارف اللعيبه كويس جدا وحافظهم صم وعارف نقاط القوه والضعف اللي في كل واحد فيهم؟ انت بتلجا للحلول الصعبه اذا ما كانش عندك الحل الاسهل. الحل الاسهل بتاعك ايه؟ انك تدير تجيب مدير فني وطني مصري. اولا المدير الفني الوطني المصري حصل مع ايهاب جلال، ما لقاش الظهير الاعلامي، مش اهلي ولا زمالك، فعمل حصل بالنسبه له ايه؟ مع السلامه في اقل من شهر، ودي عيبه كبيره جدا في حق المديرين الفنيين الوطنيين. وفي حاجه مهمه، انت عندك مين في الساحه دلوقتي ممكن تختار مدير فني لمنتخب مصر؟ كان في اصوات في وقت من الاوقات بتطالب بوجود مدير فني للمنتخب على غرار، يعني على غرار ده ما كانش هو شخصيا، حسام حسن تحديدا، من زاويه الحميه، من زاويه الروح القتاليه. حسام حسن كقيمه كلاعب ومدرب طبعا حاجه عظيمه، لكن المدير الفني لمنتخب مصر في مواصفات ما توفرتش في ايهاب جلال. ايه المواصفات؟ مواصفاته ان هو على الاقل يبقى حصل على بطولات. خلي بالك انت بتقيم المدير الفني بايه؟ بنتائج، بانجازاته طبعا، ببطولات. انت بتجيب مدير فني السي في بتاعه فاز بيوم الفلاني على الفريق الثاني 5-3، مفيش الكلام ده. انت بطولاتك عدد البطولات في ولا الاداء حتى إيه؟ بيتحسب على فكره ولا الاداء بيتحسب؟ بطولاتك ايه؟ انا لما اجيب مدير فني واحد اتنين، انت جبت ميكالي عشان فاز ببطولتين صح؟ طيب لو ميكالي ما كانش حصل على بطولات كنت هتجيبه؟ لا، فيتوريا عمل جايبه المنتخب الاول وعنده بطولات كثيره جدا وعمل ماتشات كويسه للغايه. على فكره الاهلي خسر فيتوريا. ايه؟ الاهلي خسر فيتوريا
خسر فيتوريا. كان فيتوريا كان جاي النادي الاهلي، للاسف طبعا حصلت مشاكل كده او حصلت امور خلت فيتوريا ما يجيش ويروح المنتخب، واللي بيعمله مع المنتخب حاليا والدقب اللي فيه واللف على كل الانديه واللف على كل المباريات، ده ياكد ان المدير الفني ممكن يكون عنده رؤيه كويسه جدا لمنتخب مصر. خلينا نكمل النقطه بتاعتنا، انا بحب المدير الفني الوطني القادر على قياده منتخب مصر بشكل افضل. حسن شحاته يعني غني عن التعريف زي ما بيقولوا، يا ريت يجي زي حسن شحاته. مين يقدر يعمل زي حسن؟ احنا عايزين نموذج حسن شحاته، هو النموذج الـ 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 الاروع والافضل للمنتخب المصري، اللي هو اللي كان زملكاوي، زملكاوي طبعا اصيل ومفيش حاجه، كلنا كنا بنحبه لانه كان عمل ايه في المنتخب، هي دي والعكس صحيح، وحصل مع برضه مديرين من الاهلي، مفيش عنده فرق بين اهلي ولا زمالك طبعا. ايهاب جلال طبعا مفيش اهلي ولا زمالك، فالدنيا بالنسبه له ما كانتش تمام. المدير الفني لمنتخب مصر لازم يكون عنده مكتمل الاركان والعناصر، مع الاسف انا شايف وجهه نظري الشخصيه لا يتوفر في احد حاليا الان موجودين على الساحه. اللجوء للبديل الاجنبي، البديل الاجنبي بالنسبه لي عامل زي البطيخه، ما نعرفش هتبقى ايه مع المنتخب ولا لا. انا بتفق مع حضرتك، الموضوع ما فيش شيء فيه يعني مؤكد، ولكن انا بحكم بالخطوات كمان الاوليه، وهي فكره ان فيتوريا جاي زي ما حضرتك قلت، هو جاي باجنده معينه في بروجرام معين، هو الحديث او التصريح ان هو يجي يقول انا جاي اطور الكره المصريه، تحديثه عن الجماهير لما قال لك انا فاهم طبيعه الجمهور المصري او الجماهير المصريه، وهم ليهم الحقيه ان هم يشعروا ان المنتخب ده بيتطور وبيحصد البطولات، فكل ده الى حد ما كخطوات اولى، يعني في تفاؤل من بعض الناس في الشارع، خلينا نشوف. والله اللاعب المصري، اللاعب المصري لو خد الدفعه المعنويه المطلوبه لا يعمل كل حاجه. طب تيجي نتكلم على الشق المعنوي ده؟ لا خلينا فاصل، لان على فكره النقطه دي نقطه مهمه جدا. انا دايما بحب اتكلم على الشق النفسي كمان، خصوصا ان احنا ما عندناش في الانديه، مش بس في المنتخبات، في الانديه ما عندناش اللي هو فكره اللي هو الدكتور النفسي او الاخصائي النفسي. كانت ايام يمكن مانويل، لكن دلوقتي ما اعتقدش ان هي كوريرا مره ثانيه. فاصل ونرجع نكمل. اهلا بكم مره تانية، رجعنا عشان نكمل دردشتنا ونكمل تفصيص في مشاكلنا اللي بنعاني منها في المنظومه الكرويه المصريه بشكل عام، مش بس بكلام عن النادي الاهلي. رجعنا عشان نكمل كلامنا، واعتقد برضو اكيد حضرتك هتتفق معايا في التفصيله دي، ان من ضمن العقبات اللي واجهت النادي الاهلي وخصوصا في الموسم الاخير اللي احنا فيه ده، فكره تراحم المباريات، وده بينتج عنه مشكله كبيره في تنظيم المسابقات المختلفه. تعتقد ان المشكله دي هتتحل الفتره اللي جايه؟ هل الموسم الجديد وخصوصا ان هم اعلنوا انه مش هيتلعب من دور واحد زي ما كان الناس بتطالب، فانت شايف التفصيله بتاع تراحم المباريات عامله ازاي؟ اولا انا معجب بكلمه الكرويه دي، يعني كلمة اللي بتقولها الكروية، في ناس بتقولها الكروية، لا أنا معجب بيها لأن أنا راجل بتاع عربي، فبحب الجمل الحلوة ببقى حلوة يعني. الحاجة الثانية الأهلي قدره إنه بيشارك في كل البطولات، شيء طبيعي، فهذا القدر لازم يكون عنده بديل أو حل ليه. وخلي بالك هتقول لي تلاحم مواسم، طيب ما الأهلي طول عمره في تلاحم مواسم، وإيه اللي هيحصل بالنسبة للنادي الأهلي؟ الأهلي بيخرج من بطولة يخش في بطولة، ولسه البطوله اللي جايه كمان السنه الجايه بطوله السوبر الافريقي كمان هتزود الازمات على الانديه، وخصوصا الانديه اللي هتشارك فيها، تمام؟ فالاهلي ايه الحل بالنسبه له؟ حل بالنسبه له هو كاداره وكنادي لازم يكون عنده ايه؟ عنده البديل وعنده القايمه بتاعته، مش القايمه اللي هي الرسميه، لكن القايمه اللي هي جاهزه انها تدخل في اي وقت. ده بالنسبه لي انا ده حل اساسي بالنسبه للنادي الاهلي، يعني يبقى عندك فريق اساسي وفريق موازي انجاز التعبير. بالنسبه بقى لاتحاد الكوره لازم يفتح الباب، ده انا سمعت ان فيتوريا عايز 25 لاعب، او بيوصي بان وجود 25 لاعب في قائمه كل نادي عشان خاطر ضمانا ان في تواصل اكتر، وده بيتيح ليه ان هو يتفاعل اكتر مع ال 25 غير مع ال 40. لكن في النهايه لما تخلي 25 لاعب في كل البطولات دي كلها هتعمل ازمه للمديرين الفنيين، هتعمل طبعا ازمه بالنسبه للنادي الاهلي، هتعمل ازمه بالنسبه للفرق اللي بتشارك في افريقيا. فمن الواجب ان في حلول تخص الانديه وفي حلول تخص اتحاد الكره. اتحاد الكره
مجبر انه يعني المنتخب الاول مباريات السوبر، دوري ابطال افريقيا، كاس مصر، السوبر المحلي، الدوري المحلي. طيب ما هو لازم كل ده يستتبعه تلاحم مواسم، فبالتالي لازم احل ده بايه؟ طبعا حلول فنيه وحلول بدنيه وحاجات كتيره جدا لازم النادي الاهلي يخلي باله منها، ولازم اتحاد الكوره طيب يساهم في ده. احنا اتكلمنا على نقطه قبل الفاصل مهمه، خلينا كمان نكملها لان الوقت تقريبا فاضل فيه 3 دقائق على انتهاء الحلقه كلها. شق النفسي والعامل النفسي، وكنت بتقول قبل الفاصل ان لو في مدير فني جه استوعب النقطه دي عند اي فريق او في المنتخب، اللاعب المصري ممكن ان هو يروح حته تانية خالص. طب اشرحها لنا اكتر. فيتوريا نما الى علم انه هو بيدور يعني او بصدد انه هو يتعاقد مع اخصائي نفسي، يعني اخصائي نفسي، وده اللي عمله جوزيه فتره ونجح فيه بنسبه كبيره. لكن اهم حاجه التعاطي مع هذا الامر. يعني احنا كمصريين دايما بنخاف من الطبيب النفسي او بنتريق او بنتكسف. اقل واحد عنده زباين الطبيب النفسي. انا عندي صديق والله الفتره دي طبيب نفسي بيقول لي ما تيجي تزورني، قلت له يا عم اخرج من عندك. اقول لك على حاجه، الفتره دي دكاتره النفسيين شغالين كويس، كلنا بقينا عرفت ازاي؟ لا كلنا استوينا من حاجات بره شغل وجوه الشغل في حياتنا والله. يعني احنا تمام قوي كده بقى، كفايه بقى كده والنبي. فالمطلوب فعلا طبيب نفسي. يعني امتى يتكلم مع اللاعب بعد اخفاق، يتكلم مع اللاعب. برضو خلي بالكم برضو احنا مبالغين شويه في مدحنا ومبالغين شويه في ذمنا. يعني لعيب يطلع يجيب جون، الله ميسي ومش يا جدعان، ده اللعيب بره بيقعد بيلعب وبيبقى احسن لاعب. على فكره ده ما كانش حاصل زمان ايام ما كان في صحافه رياضيه بس. لكن دلوقتي طبعا وعامل قصه. انا دلوقتي في اسماء بتظهر، ده في يمكن لعيبه عالميين في الدوري المصري اكتر من اللعيبه العالميين اللي بره. صحيح. وده سلاح ذو حدين، سلاح في لاعب يستوعب فكره ممكن يبقى في افساد للاعب اصلا. هم هو ده بيخليه يعني مش عايز اقول لك ان في نماذج حصلت، في مدير فني بيقول للاعيبه انت ما اسمكش كذا، لا انت اسمك كذا الاصل اللي في شهاده الميلاد، عشان خاطر ما تحطش في دماغك انك انت اللعيب العالمي. اللعيب العالمي ده ليفل تاني خالص، انا اللي طلعوا عليك عشان خاطر انت ايه يعني تحس بنفسك شويه، انك مش تدمر نفسك مع الاسف الشديد يعني. تمام استاذ عبد المنعم، شفت بقى ان الوقت جري بسرعه اهو. احنا كده خلصنا؟ خلصنا والله. طيب الحمد لله. حصل. نورتنا والله يا استاذ عبد المنعم، شكرا ليك. شكرك على وجودك معانا النهارده، واكيد بنشكر كل حضراتكم على متابعتكم لينا في حلقتنا النهارده. ان شاء الله نشوفكم على خير بكره، الى اللقاء.